بكم من جديد متابعينا على قناة تاسعة، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. كالعادة الموعد الأسبوعي في رونديفونا، ضيف جديد ولقاء من نوع خاص لم ينسى له التونسيون يوما وصف فيها الدولة التونسية بمحل عطرية، أتوا به لإنقاذ البلاد أو الاقتصاد بالتحديد، فإذا به يضطر للاستقالة على خلفية قضية مالية. يراهن عليه الرئيس الباجي قايد السبسي أن يكون جزءا من مشروع النداء، فإذا به يتزعم حملة حزب قلب تونس اقترحته فيما بعد حركة النهضة ليكون رئيسا للحكومة، ومع ذلك لم يمر وينتهي به المسار رئيسا لحزب أفاق تونس. أكيد عرفتوا على شكون نحكي ليلى، ضيفي هو فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس، اللي باش نرجع عليه على كل هذه المسيرة في علاقة بواقع البلاد ضمن محورين أساسيين. المحور الأول نتحدث فيه عن الأزمة السياسية اللي تدخل منعرج جديد وكيف ينظر إليها ضيف الليلة فاضل عبد الكافي، ثم نفتح معه الملف الاقتصادي ضمن المحور الثاني، شبح الإفلاس يهدد الاقتصاد التونسي، فهل من حلول ممكنة؟ هذا الكل بعد شوية مع ضيفي فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس. محمد الفضل عبد الكافي هو رجل أعمال واقتصادي وسياسي تونسي من مواليد 27 أوت 1970، تخرج من كلية العلوم الاقتصادية بباريس، انضم سنة 1994 للعمل في التونسية للأوراق المالية، وبين سنتي 2011 و2014 عين رئيسا لمجلس إدارة بورصة تونس، ثم عاد ليترأس مجلس إدارة التونسية للأوراق المالية في نوفمبر 2017. سنة 2020 عين رئيسا لمجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي، وفي أوت 2016 عين وزيرا التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد، وتولى كذلك في نفس الحكومة حقيبة وزير مالية بالنيابة في 30 أفريل 2017، ثم استقال من المنصبين في 12 سبتمبر 2017. اقترح لتولي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الجملي سنة 2020، وفي نفس السنة تم اقتراحه من أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وتحية تونس وكتلة المستقبل وحزب البديل التونسي والكتلة الوطنية ومشروع تونس لتولي رئاسة الحكومة، لينتخب في 19 ديسمبر 2020 رئيسا لحزب أفاق تونس. مرحبا بكم، تعرفتوا على ضيفي الليلة فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس، اللي سعيدة باستقباله الليلة في لو رونديفو. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. والله وين بك لهوي، كيفاه كتبت صحتك؟ الحمد لله. أفاق أفاق ظهر لي فيه هو باهسي. نحكي على الأزمة السياسية اللي تدخل وتاخذ منعرج جديد اليوم في بلادنا، هذا كل موضوع النقاش في الجزء الأول بعد هذا تقرير لزايد الزايدي. تأخذ الأزمة السياسية في تونس منحى تصاعدي منذ انطلاقها عقب سقوط حكومتي الحبيب الجملي والياس الفخفاخ، وتفاقمت مع مجيء حكومة هشام المشيشي في أواخر صيف 2020، حيث احتدم الصراع بين الرئاسات الثلاث كان عنوانها الأبرز حرب الصلاحيات. ورغم كل المبادرات اللي تم إطلاقها في سياق ما اتفق عليه بحوار وطني لإنقاذ البلاد تتقدمها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلا أنها لم ترى النور بعد إثر أزمة التحوير الوزاري الأخير اللي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي على فريقه الحكومي ولم يستصغه رئيس الجمهورية قيس سعيد، فبقي عالقا إلى يوم الناس هذا تسير فيه عدد من الوزارات بالنيابة. من جهة أخرى انتقل الصراع السياسي من البرلمان إلى الشارع، فاحتدمت المواجهة بين أنصار الحزب الدستوري الحر مدعوما من القوى السياسية الحدثية الدستورية وأنصار النهضة وائتلاف الكرامة فيما بات يعرف بقضية فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، انتهى بفضل اعتصام اللي شنوه قادة الحزب الدستوري الحر منذ أشهر وإزالة الخيام من أمام مقر هذا الفرع بخير الدين باشا بالعاصمة. في الأثناء وفي الظرف اللي يتمسك فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة رحيل حكومة هشام المشيشي للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية، يرد المشيشي أنه لن يستقيل ويتمسك بمواصلة مهامه في القصبة مدعوما من الائتلاف البرلماني اللي تتزعم حركة النهضة. وفي غمرة التشخيص للواقع السياسي في البلاد كانت هذه قراءة الرئيس الحالي لحزب أفاق تونس ومرشح بعض الأحزاب السياسية السابقة لنيل منصب رئيس الحكومة فاضل عبد الكافي. فما عركة بين شيوخ القبائل، يعني هذه فما عنات
عناد سماه هو داير زياد كريشان في المقال هذاك عناد طفولي، ورطونا في عملية اللي احنا في عود الناس لاهية في الأمور الاقتصادية والاجتماعية اللي هي خانقة اليوم. يعني تونس وصلت في ظرف مالية عمومية يعني عمرها ما صارت لها منذ الاستقلال. لازم نستفهم، لازم نستفهم اليوم اللي وكالات الترقيم زادوا نزلونا، واحدة منهم نزلتنا باش تزيد تنزلنا، ما زلنا درجة واحدة على الإفلاس. يعني أزمة سياسية تحتد، ووضع اقتصادي يشتد، وحراك اجتماعي يمتد، وما بينهم جميعا طوائف سياسية تغوص في صراع لا ناقة للشعب فيه ولا الجمل. فضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، مرحبا بك. أكيد باش نبدأ معاك من الأكتواليتي اللي صاير اليوم في بلادنا واللي صار مؤخرا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اعتصام الدستوري الحر، واللي صار مؤخرا وفضوا بالقوى العامة. قبل كل شيء، شنو هو موقفكم في اللي صار وفي اللي حدث في شارع خير الدين باشا؟ شكرا مرة ثانية على الاستضافة. اللي حدث في نهج خير الدين باشا الحقيقة ما يهمش التونس اليوم. كنتوا تسمعوا في التحاليل، الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس خانق. العملية هذه اللي صارت، نحب نرجع كلمتين على يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي هذا جايب إسلام اللي احنا ما نعرفوش في تونس، جايب إسلام العنف وإسلام الجهاد وإسلام الدم. احنا الإسلام التونسي إسلام تنوير، وتعرفوا مجلد للشيخ طاهر بن عاشور اللي اسمه التحرير والتنوير. الإسلام التونسي إسلام زيتوني. في تونس عندنا وزارة شؤون دينية وعندنا مفتي ديار التونسية، وما حاشتنا بحتى حد باش يعلمنا الدين متاعنا. كي كنا صغار كانوا يربيونا ونتعلموا في التربية الوطنية والتربية الإسلامية، وكانت مناهج، المناهج هذوما مهمش موجودين عند الناس هذوما اللي جاوا لتونس. الحاجة الثانية اللي راها اللي هو فما رئيس البرلمان التونسي اللي هو راشد الغنوشي، يعني عامل عركة بار بروكوراسيون. العركة عملها مع رئيس الجمهورية عن طريق السيد رئيس الحكومة اللي هو هشام مشيشي، ويعمل في عركة أخرى مع الحزب الدستوري الحر عن طريق ائتلاف الكرامة. ثالث حاجة، اليوم ما نجموش زادة احنا كحزب افاق تونس ندخلوا في الحكايه هذه، خاطر بالنسبه لنا وقلناها برشا مرات هي ازمه اولا اقتصاديه واجتماعيه. زادوا عليها بالعناد اللي زياد كريشان سماها عناد الطفولي، العناد السياسي الطفولي. زادوا عليها الناس المسؤولين على الدوله التونسيه اللي هم ثلاثه رؤساء، زادوا عليها ازمه سياسيه خانقه قعدت في العناد. ما نقبلش يمين الدستوريه، والاخر ما نقبلش نبدل حكومتي، وقعدنا في هالمشكله اللي اليوم في نفس الوضع في نفس الظرف. لازم تسالوا كيفاش عايش وزير الماليه التونسي، شنو هي حلول الغدوه جوستمون. هذا باش نجيو في الجزء الثاني من النقاش، لكن خلينا نبقاو في اللي صار في شارع خير الدين باشا. انتم تساندوا اللي قامت به عبير موسي، تشوفوا زاده كيفاش تشوفوا تصرفاتها في البرلمان التونسي، كيف زاد في نفس النطاق. اليوم نشوفوا عبير موسي في فيديو كانت غاضبة جدا من البيان الصادر عن حركة أو عن حزب الأمل لنجيب الشابي، اللي أنتم دايوغ مؤخرا كنتوا مجتمعين من أجل لم شمل العائلة الوسطية وتتشاوروا معه. هل الحزب هذايا أثار الكثير من الجدل بإدانته لتصرفات عبير موسي؟ تشطروه نفس الموقف؟ أنت هكا فهمك ملاك للبيان؟ هذا التوصيف، هذا التوصيف، هذا فهمك للبيان اللي خرجوا الحزب هذا؟ أنت كيفاش فهمتوا البيان إذا؟ أنا أولا حزب آفاق تونس ما خرج بيان، خرجنا بيان على زوز من أولادنا ماتوا في القصرين، خرجنا بيان خاطر ما عناش لا مونيتر في تونس، خرجنا بيان لأمور تهم التونس، خرجنا بيان على طفل شاب تونسي وقفوهم بعد الكوفر فو ومشى للحبس ومات خاطر ما عطاوش الانسولين. هاو المشاكل اللي ممكن تهم التونس. خرجنا بيان على الترقيم السيادي على تونس. البيان اللي تحكيوا عليه، اولا الحمد لله وصلنا في ديمقراطيه وكل واحد يعمل اللي يحب وكل واحد يقول اللي يحب وكل واحد يكتب اللي يحب. هذا اللي ربحناه من ثوره 2011. اليوم حتى حد ما باش يتزايد علينا لا في حب البلاد ولا في الوطنيه، وما عندناش دروس، انا شخصيا ما عندناش دروس باش ناخذوها من عند اي حزب كان في الديمقراطيه وفي مدنيه الدوله وغيره.
نزيد نذكر اللي توا الفوعة هذه اللي صارت، القرضاوي جاء 2009 لتونس وقبله وقبلته الحكومة التونسية وبيطمي تميمها وقفت الناس الكل وقبلته على أساس القروان يعني عاصمة العاصمة عاصمة الإسلام، وجاء وقبلوه ليزوفيسيال تونيزيان. ولهذا الحقيقة العركة هذه قاعدة تطلع في زوز أطراف، قاعدة تطلع من جهة في صبر الآراء، قاعدة تطلع في ائتلاف الكرامة والنهضة، ومن جهة أخرى قاعدة تطلع في الحزب الدستوري. احنا الامور هذه تحسمت بالنسبه لنا وماهيش كلمه سر. انا سمعت السيده عابر موسي قالت فما برشا ناس تو باش يبداو يحكيو اللغه نتاع احنا ضد الاقصاء، هذه كلمه السر اللي مدوا ايديهم للاسلام السياسي. لا لا، انا بالنسبه لي هذه قناعاتي الشخصيه وحتى حد ما يبدلهم لي، وبرشا ناس يخموا كيفي في تونس، فما برشا ناس ما يعرفوش شكون يصوتوا وانا منهم. قبل ما دخلت لفيق تونس ما كنتش نعرف شكون باش نصوت، الحمد لله دخلت ودخلت في العمل السياسي خاطر ريت اللي بلادي ممكن حشتها بصوت العقل، حشتها بناس تتعدى الحكايات اللي احنا تصورنا حسمناهم في الدستور التونسي. برشا ناس يقولوا حسمتوهم ولكن هاكم مش تبقوا فيها، هي هذه غلطه البرلمان وغلطه القوانين، واللي حب يحل جمعيه فما قضاء وفما مرسوم 87 و88 لازمهم يتعاونوا. يعني باقي ما جاوبنيش على البيان، موقفك من بيان حزب الامل. انا شوف ما عندي حتى موقف. قلت لي انت فهمت اوترومون، كيفاش فهمت؟ لا لا ما فهم، يعني شوف انا ما عنديش موقف من بيان حزب، ما نعطيش موقف من بيان حزب. الحزب هذاك محترم. حاضر موجود. لا سامحني. في وسط اللمه هذه يا سي الفاضل. لا لا، شو مدخل اللمه في البيان؟ يا اخي هو البيان اللمه هذيك يعني هو اللي ضحك في تونس كانها اللمه ولات اللمه نتاع كارتيل، يعني كارتيل دو ناركو ترافيكون. اللمة هذيك فيها ثلاثة أرباع ناس خدمت الدولة، وفيها دي ناس مشيت باش تقدم روحها رئاسة الجمهورية، وفما الأميرة العكروت، وفما وحكينا مع بعضنا، واسألني ايش قلت لهم نهارتها في الاجتماع تنقول لك. ما عطيتناش موقفك أنت كرئيس حزب أفاق فاضل عبد الكافي باللي عملته عبير موسى، بالاعتصام اللي عملته، من طريقة فضل الاعتصام. هل القضية أنا ما راهيش اللي مشات فيها عبير موسي قضية عادلة، قضية غير عادلة، ما كانهاش تعمل هكاكا؟ هي قضية، هي قضية عادلة، هي قضية عادلة. كل ما هو بشناوي يدخل الإسلام اللي هو مش إسلام تونسي، الإسلام التنوير تونس احنا ضده، والقرضاوي احنا ضده، وهذايا الكل تقال وتعاود في آفاق منذ سنوات. إذا ساندوها في مطلبها بحل الجمعية، ولكن فما طريقة فما طريقة قانونية وحكيوا عليها أهل الذكر، وفما مراسيم ممكن لازمها تبدل، وهي كنائبة وككتلة ومحترمة وحزبها محترم ينجم يعمل مبادرة تشريعية لتبديل الأمور هذه. يعني احنا ماذا بينا نتعداو خاطر كان باش نرجعوا في مربع، خاطر شنو صار اليوم؟ صار اللي العنف خرج من البرلمان ولا في الشارع، غدوة سيناجي ندخلوا في حكاية أخرى. فما احتقان سياسي موجود وزيد عليه احتقان اجتماعي. اليوم سمعت فيديو متاع شاب، شي يقول فيها الشاب هذا؟ يقول أنا نكيف الزطلة والدولة مسؤولة، وأنا كنلوح روحي في البحر الدولة مسؤولة، وأنا كنولي قطعي ونسرق ونقطف وحتى توا ما زلت ما سرقتش وقطفت الدولة زاد مسؤولة. وها وين وصل للشباب التونسي؟ وإحنا في نفس الوقت يعني مسيبين القوانين حتى للسماء يعني في مجلس نواب الشعب، ومسيبين هذه الكل ما يعديو الا قوانين التدين، راه ما يعديو في اليوم في المجلس الا قوانين التدين، خاطر يعرفوا وزير الماليه. بما انك تحكي على المجلس فضل عبد الكافي، جزء كبير اليوم من التوانسه وجزء حتى كبير من الطيف السياسي يحمل المسؤوليه لما آلت اليه الاوضاع داخل مجلس نواب الشعب وتعطل المؤسسه التشريعيه، يحملوا ل رئيس البرلمان نفسه. ومن هنا من هنا كانت الدعوه لصاحب الثقه من الغنوشي. انتم مع لائحه صاحب الثقه هذه؟ احنا مع لائحه صاحب الثقه، واحنا كذلك جيت باش نكمل ولكن للاسف تقصيت. حبيت نقول اللي في العركه اللي يعملوا فيها النهضه اليوم مع عابر موسي من جهه، مع رئيس الجمهوريه من جهه اخرى، فما يعني بروكوراسيون يعملوا في عركه مع ناس، واحنا كنحبوا نفضوا المشكله ندعيوا كيما برشا ناس سياسيين توانسه واقرب ناس ليه روا الشيخ عبد الفتاح مورو مثلا، طلبوا من الشيخ راشد الغنوشي الانسحاب من الحياه السياسيه لصالح البلاد. خاطر اليوم فما مصطفى بن جعفر، فما السيد محمد الناصر، فما الشيخ عبد الفتاح مورو، يعني سيروا البرلمان سنوات عمرها ما صارت في اقل من عام ونص. يعني سحب ثقه مرتين. انت مع سحب الثقه؟ احنا مع لائحه، اولا مع لائحه سحب الثقه، وثاني صح النواب تاع افاق. اي صح النواب تاع افاق، يعني صح المره الاولى المره الثانيه. تعتبرون راجل غنوشي خروجه الان من الحياه السياسيه
مهم للبلاد. مهم للبلاد خاطر اللي حب البلاد في حالة احتقان كيما راشد الغنوشي لازم يعمل. فسر ترشيحه ليك اللي رئاسة الحكومة. صعب ربي مش هو رشحني ربي حركة النهضة. لا 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 ايش بيه حركة النهضة حركة النهضة وراشد الغنوشي لا 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 سامحني. حركة النهضة سي خليفة شوف أنت راجل سياسي وتعرف الأمور هذيا ما نبداش نخلطوا. أولا في التقديم اللي صار من القيادات البارزة في قلب تونس عمري ما كنت قيادي بارز في قلب تونس. أولا عمري ما خذيت كارتة في أي حزب قبل ما الدكتورة ريم محجوب أعطتني الكارتة نتاعي كي دخلت الأفاق تونس. وما رشحنيش راشد الغنوشي، رشحتني حركة النهضة، ورشحني الحزب قلب تونس، ورشحني تحية تونس، وكتلة الإصلاح، ورشحتني عبيد البريكي، ومبروك كرشيد، يعني هذوما وين معلش ما تقولوش عليهم. متفقين فيهم، أي دونك مش راشد الغنوشي. مش راشد الغنوشي، في مجلس الشورى، في مجلس الشورى، أي خاطر كان عندي اتفاق يعني فما ناس يعتبروا، وبارك الله فيهم الكتل النيابية، وبارك الله في النواب، اعتبروا اللي أنا شخصية توافقية. وممكن عندي زادة خلفية اقتصادية وقالوا لي الظرف صعيب وما نجحوش في حكومة الجملة لأن قبلت نكون فيها ونعتبر لي ماهيش خيانة راه فما ناس أنا خونوني خاطر سهلة تو ولات التخوين لا لا حاشاك أنت حاشاك أنت لا مانيش نحكي عليك أنت فما ناس وأنا قاعد في كرسي باش نولي وزير حكومة التونسية الناس تقوم تخون يعني ما عندهم حتى مشكلة في الكلام يعني ولاو قال سي نور الدين طبوبي الخطوط الحمراء الكل عداهم ما يخوني حد وقعد بحذايا جنرال فرجاني وقعد بحذايا سامي السماوي وهذوما ناس جاوا باش يخدموا بلادهم ويخدموا الجمهوريه التونسيه ما تخون حتى حد جنرال تنجم تقول عليه اللي تحب ما تخونوش حسن في كل الاحوال دونك ما قدمتنيش حركه النهضه ما قدمنيش شيخ راشد الغنوشي قدمتني حركه النهضه وقلب تونس 10 احزاب 10 كتل برلمانيه يحقوا الناس تفرح حق الشعب التونسي يفرح اللي لقاو عابد متفقين عليه 130 نائب كي مشى الورقه خاطر الرئيس مطلب ورقه ما جاش قال اجي نحكيو هاي كي عملوا لاديسيون لقاوني انا اكثر واحد المره الاولى والمره الثانيه معك احنا مش هذا النقش يعني موقفك الان من السيد راشد الغنوشي تعملوا في اطار التمايز من موقفك من حركه النهضه لا 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 لا, لا, لا. انا اولا عقلت وعاودت يعني ريزونمون تري سامبل انا ضد الاقصاء هذوما احزاب سياسيه صوتوا عليهم التوانسه نعطيك مثال باش تزيد تفهم كي يقولوا ناديوا الى حوار وطني أنا الحوار الوطني راه ما غير حتى إقصاء ويقوم ديما جورناليست يقول لي ائتلاف الكرامة تعيط له؟ إي نعيط له ينصير نعيط له أخي أنا انتخبت ائتلاف الكرامة هذوما ناس رجعيين وانتخبوهم توانسة مقتنعين بآرائهم إيش نعمل لهم؟ أنت اسمه حوار وطني اسمه على جسمه نعيط الحزب الدستوري إلى حتى الائتلاف الكرامة اللي ما جاش كما تفضل الأمين العام الأمين العام سامحوني سي حسين العباسي كان يتكلم قدامكم اللي ما يجيش يقصي روحه اما مش بغض النظر عن المشاركه في الحوار هل سؤال مباشر هل تعتبروا اليوم فضل عبد الكافي انه حركه النهضه هي المشكل الاساسي في هذا المشهد السياسي اليوم اليوم في اليوم حركه النهضه وغيرها من الاحزاب مش وحدها ولكن رئيس حركه النهضه ولا جزء كبير من المشكله السياسيه في تونس وندعيه كما دعاوه برشا ناس واصدقاء ليه وخصوم ليه كان يحب تونس ينجم ما فيها حتى باس ينجم ينسحب من العمل السياسي أنا سامحني يا ناجي أنا انتبهت للصفات اللي يحكي بالمقدمة أنه وجود هيئة علماء المسلمين وفرع عليها في تونس مسألة اختراع ثم يقول هذه مش قضية هذه مش قضية جوهرية ماهوش تناقض جوهري الآن قضايانا هي الاقتصاد قضايانا هي التشغيل هي التنمية هي خلق الثروة كذا ما تتخيلش انه سي فاضل كي باش تشدوا انتم في هذا المنطق في ظل مثل هذا الوضع الذي لا يقبل تقريبا اي خطاب عقلاني هذا بحيث الخطاب هذا يبدو خطاب بارد فانت ما عادش حبوا يسمعوا فرضيات بسيطه عبير مستي تتقدم لهم تقول لهم هذا 10 سنوات الخراب تتحمل مسؤوليته حركه النهضه بالتالي الحل بسيط فلتذهب حركه النهضه الى لا ادري اين في كوكب اخر وتو الوضع يتبدل انتم من كونتر بارتي ريسي طويل نتاع ارقام نتاع مبادلات التجاريه والعجز الميزان التجاري والنظام البنكي والحكايات هذيك يعني ما فقتوش اللي الراي العام الانتخابي راه مش هذا الراي العام برهان انت راجل تعرف صالونيين اكثر من لازم لا لا اولا احنا ماناش صالونيين وماناش نخبويه واحنا اولاد هالبلاد وفاهمين مشاكل البلاد كيف الناس وحتى خير من الناس والفرق بيننا وبينهم ممكن عندنا حلول أنا نحترم الشعوب مش الشعب التونسي فقط نحترم الشعوب الكل كي تصوت وغدوة كان تصير انتخابات 2023 و2024 ونقعدوا صفر فاصل الغلطة نعملوها قمت بها أنا قمت بها أفاق تونس
خاطر ما وصلتش وقنعت الناس. خاطر التعريف السياسي في العالم كي تسمع رئيس حكومة في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في البلدان المتحضرة اللي فيهم الديمقراطية رسمت، الوزير الأول كي يغلط بشيفر واحد في الاقتصاد الدنيا تقوم وما تقعدش. خاطر دوره باش يحسن العيشة اليومية للألماني ولا للفرنساوي ولا للطلياني، أما مش يقعد ينظر وشكون يأول الدستور ونقبل وزراء ونمشي نعمل عركة في المجلس ومن بعد نردها عركة في الشارع ومن بعد نقربوا من أمور اللي تنجم تخوف التوانسة. أنت تعرف قاعد يصير اليوم في لبنان. لبنان في الأقل يقولوا بالفرنسيس عندهم سيركونسونس أتينيونت. شنو هي سيركونسونس أتينيونت؟ طوائف، والإسلام الشيعي مقسوم والإسلام السني مقسوم، وفما الكريتيان مقسومين وحروبات وجيران معقدة وسوريا وسعودية نجمو نفهم تعرف وين وصلوا. اليوم كي تعرف الليرة هبطت ب 80%، الليرة اللبنانية هبطت ب 80%، كي تعرف البطالة وصلت 60%، كي تعرف الناس ما عادش تجبد فلوس في البنوك، كي تعرف اللي لبنان ما عادش تنجم تجيب لا بابور سكر لا بابور. هذايا ماشيين له، راهو ماشيين له، ركبنا في اللوتوروت اللي ماشيين لها. يعني احنا من جهة دونك نعاود إجابة على سؤالك سي بوريان، مش خاطر التونسي اليوم يحب يسمع عرك وخصام وبونيا وشكون يتبورب على شكون وشكون يسيفي قلة الحياة على شكون. نجم نعمل سياسة، نجم تخالفني الرأي ونجم نحترمك. أنا نحترم نجيب الشابي وما نقولش فيه كلام كيما هذاك، راجل مناضل وديمقراطي وتونسي ونعتز به، وحتى كان رأيه غلط ما لا فما تخوين لا سيت اون اونت اللي كتب هذاك. وشنو العجب اللي سي نجيب الشابي وما أدراك حاب نقول اليوم يتكلم كلام كيما هذاك؟ ما فماش يعني الحقيقة ما عندنا حتى منفعة في تونس باش نقعدوا في مستوى الاحتقان. وكان سؤالك أنا نهبط بالمستوى باش نولي ندخل زادانا في الضرب والعرك والمعروك ونسب، خاطر نعرف نسب راه وأنا ولد الفيراج تاع الكلوب أفريكان سي بورهان وأنت تعرف. سي الفاضل نمشيو للسياسي مرة أخرى. أعطيتنا تقييم تقريب للأستاذ رشد غنوشي أنه في نهاية مرحلة سياسية حسب ما فهمت. سي المشيشي يقوم في معركة بالوكالة عن حركة النهضة، تقييمكم لأداء رئيس الجمهورية؟ والله قلت برشا مرات يعني في شاش احنا اليوم ما قلتوش عندنا لا سي خليفه باش نقول لك اي لا ما باش شوف رئيس الجمهوريه انتخب باصوات كبيره وصلت 70% من الانتخابات وكان فما امل كبير نهار اللي يوصل للحكم ونهار اللي يوصل كرئيس جمهوريه ولا لازم يكون رئيس التوانسه الكل. شنو نلومه على الرئيس؟ نلومه اولا الوقت ما يعنيه شيء، الوقت ما يعنيه شيء، يعني نهار يدسي نهار، جمعه يدسي جمعه، لا مبادرة تشريعية، لا دبلوماسية خارجية، لا دبلوماسية اقتصادية، لا لم الشمل. خاطر هو رئيس دولة، شنو هو رئيس دولة؟ أنا صوت له ولا ما صوتلوش حاجة ثانوية، هو نهار اللي وصل للحكم أول فراز أول جملة يقولها يقول نشكر اللي نخبولي وراكم نهني التوانسة الكل اللي أنا وليت رئيس التوانسة الكل. به اليوم الحقيقة ما وراش اللي هو رئيس التوانسة الكل، خاطر كي تبدأ تحكي مبني للمجهول غرف مظلمة ونمشي للقاعدة عسكرية ما طلعتنا تاع الصباح ومن بعد نمشي لوزارة الداخلية ومن بعد نكتب جواب. أنا الحقيقة كمواطن تونسي خفت، كمواطن تونسي خفت، خفت على روحي، خفت على زوجتي، خفت على أولادي، خفت على عائلتي، خفت. هذا رئيس دولة قائد أعلى القوات المسلحة يمشي ما طلعتنا تاع الصباح لقزرنا ما هو لاباس، ما فما حاجة، كان فما حاجة، ما يقولناش مبني للمجهول. بعد كي تاخذ أنت بلومة وتكتب على لتر يعني تاخذ لك ساعتين ولا ثلاثة سوايع في نفس الوقت راهو الناس وصلت المارس وناس 5 جي وناس انتيليجونس ارتيفيسيال، فما حاجه الحقيقه كي تيان با لا روت. ولهذا انا الحقيقه الاداء حتى الهوني ما كانش باهي. هل موقفكم سلبي؟ سامحني ناجي باش نعطيك الكلمه، هل انه موقفكم سلبي في تقييمكم لاداء رئيس الجمهوريه؟ هل موقف سلبي هذا هل لانه رفض مرتين انك تكون انت على راس الحكومه التونسيه؟ شوف لما لك انا جيتي بون جوور دو فوتبول، لاعب كره باهي وعندي الاسبري سبورتيف وعندي احترام القوانين. أنا قلتها ونعودها ألف مرة، رئيس الدولة اعتبرني لست الشخصية الأقدر في فكره هو، وهذاك حق الدستور. نهار الأول عداني ونقز من رقم 8 والمرة الثانية أخذ أور ليست، هذاك حق الدستور. ما عجبتوش يا أخي لازم نعجب الناس الكل. السيد رئيس الجمهورية ما نعرفش عليه ما عجبتوش، نجموا تسألوه، نحترمه، راجل انتخب ب 70%، ولكن نحكي معاه الآن كأولا مواطن تونسي وثانيا كرئيس حزب سياسي في تونس. الرأي اللي الحقيقة أداؤه على ال 16 شهر ولا 15 شهر اللي هو في كرئيس جمهورية لعطانا فكرة اللي هو لمنا الشمل في هالأزمة. خاطر رئيس جمهورية يولي كل أب راه يا أخي سي الباجي قايد سبسي مش ولا كأنه بوت توانسة الكل، اللي صوتوا له اللي ما صوتولوش
هل كان سيكون نبيل القروي لو انتخب رئيسا للجمهورية أفضل أداء من قيس سعيد؟ إجابة بسيطة في ظني، في فكري المتواضع يعني نعم، خاطر أنا صوت النبيل القروي. تفضل ناجي. باش نرجع معاك لتجربتك توا الجديدة في آفاق تونس، توا فاضل عبد الكافي معناها رجل الأعمال اللي خرج فجأة، معناها خذيت قرار وحتحب ما يعرف اليوم علاش خذيت القرار هذا، يعني طلقت بالثلاث عالم الأعمال ومشيت انتسبت إلى عالم السياسة، رغم أنك تعرف أنه هالعالم هذا عالم مليء بالقذارة وعالم صعيب ومعقد، واخترت حزب يعني تقريبا موش موجود اليوم في عملية صبر الآراء، حتى صبر آراء ما يخرج اليوم أفاق تونس اللي موجود في الرادار مش موجود به. نحب نعرف الساعة اليوم عمليا ريالما شكون الحاكم داخل أفاق تونس، فضل عبد الكافي ولا ياسين إبراهيم؟ وخروج ياسين إبراهيم المفاجئ، ماذا بيه تعطيني زاد تفسير، ثم تموقعك أنت فضل عبد الكافي وين بالضبط؟ أنا نعرف اللي حزب أفاق تونس حزب ليبرالي اجتماعي يميني يقرب أكثر لليمين، وين فاضل عبد الكافي؟ علما أنا أفاق تونس في 2015 أصر على رفض حكومة حبيب الصيد الأولى اللي كانت خالية من حركة النهضة، وشد صحيح أن الحكومة يزم تكون يعني يكونوا فيها وزراء من حركة النهضة، وكان له ذلك، وتم رفض التركيبة الأولى من حكومة حبيب الصيد وتخل أفاق تونس في التركيبة الثانية. شكرا سيناجي على السؤال الطويل. أولا حزب أفاق تونس حزب سياسي، ما هوش ماكينة انتخابية، خاطر احنا صارنا راه في تاريخ تونس المعاصر يتلموا أربعة خمسة عباد وبرشا فلوس ويجيوا ليلة صلى الله ويعملوا حزب وأنا باش نربح وأنا باش نعمل به. الحزب راه بالضرورة ماكينة سياسية. لا لا لا، الحزب لا لا، الحزب بالضرورة ماكينة سياسية، ولكن الماكينة السياسية مش بالضرورة حزب، ماكينة انتخابية. إيه ماكينة انتخابية، لا لا ما نتلموش على نقول هكا راهي. شوف سي ناجي، مش سبة راهو. لا لا أنا مش قاعد نقول اللي هي سبة، أنا قاعد نقول اللي أفاق تونس حزب سياسي متواجد في الساحة السياسية التونسية منذ سنة 2011. باهي الناس اللي تراهم في أفاق تونس أكثرهم المصعد الاجتماعي التونسي، ما نعرفش علاش تسميت علينا النخبوي، يعني كي ترى الأشخاص اللي كونوا حزب أفاق تونس الكلهم قراوا في المدارس البرجيبية وفي المعاهد البرجيبية، ومن بعد بعثتهم الدولة قراوا وتخرجوا في أحسن المعاهد في العالم ورجعوا خدموا بلادهم وشي يخدم البرة ويتكلموا التونسي. في خطرة تتكلم وما تكلموش معناها برشا بالعربية والعامية. علي أنا باش قاعد نتكلم فيك سي ناجي. واجتماعات كي مثلا كي نسمع أنا توا ياسين إبراهيم، راهو مانيش قاعد راهو لا خلي نجي لسي ياسين إبراهيم. مانيش قاعد راهو نعمل في الميز ولا ما نحبش ندخل في الحكاية هذه نتاع، لكن معناها حتى اجتماعاتكم معناها كانت في الصالونات، معناها اجتماع يتعمل في اللاك، ما يتعملش في حي التحرير ولا في. وأنت شكون الحزب اللي ترى فيه يعمل في اجتماعاته في حي التحرير؟ أفاق تونس. لا شكون ترى فيه الحزب يعمل فيه اجتماعات في حي التحرير؟ حسن بربي، رجوعا على سؤالك، سي ياسين إبراهيم أولا كان رئيس حزب وخسر انتخابات، وقال خاطر هذيك طينة الشخص وهذيك مسؤولية، قال هي ولو مسؤولية جماعية أنا باش ناخذ مسؤوليتي كرئيس وأنسحب. انسحب منذ عام راه، ما انسحبش البارح. ولهذا إجابة على سؤالك، أنا مش من في سبري زاد نجي نسمي روحي رئيس حزب واحد آخر يحكم فيا. يا انا ناخذ مسؤوليتي كامله، مش من باب يعني لغه يعني انا ديكتاتور، لغه اللي انا ناخذ مسؤوليتي كامله. دخلت افاق تونس هاني جايك سي ناجي مقبلك سياسيه طموحه عندك برنامج والا خطر فما كلام تقال في الكواليس انه فضل عبد الكافي دخل كممول ياسين ابراهيم، معناها كانك كانك شريت فونت كوميرس. خليني نجاوبك، خليني نجاوبك سي ناجي، سياسي خليني نجاوبك سي ناجي. دونك هذه قضيه سي ياسين ابراهيم اللي هو راجل راهو يعتبر من خيرة العباد اللي خرجتها تونس والمدارس التونسية والمعاهد والكليات و و خذ مسؤوليته كرئيس. برشا ناس من أفاق تونس نعرفهم أنا منذ سنوات، أكثرهم نعرفهم منذ سنوات، طلبوا مني باش ندخل في أفاق تونس باش نعاودوا هيكلة أفاق تونس، وهذاك صار منذ ثلاثة أشهر لا أكثر ولا أقل. ولهذا رجوعا لسؤالك بالضبط، شكون يحكم في أفاق تونس؟ تحكم هيئة تسييرية، يحكم مكتب سياسي، ويحكم مجلس وطني، ماهوش حزب فاضل عبد الكافي ولا في حزب ياسين ابراهيم. احنا اكثر انا دخت داير تنقلها لك هذايا حاجه داير ضحكتني كي دخلت، كي ريت الارسنال جوريديك نتاع حزب افاق تونس. انا عديت حياتي تعرف العمليات المعقده
وإدراج شركات في البورصة، يعني تقرأ برشة دوكيومنتاسيون جوريديك. الدوكيومنتاسيون جوريديك تاع أفاق معقدة أكثر، يعني حزب مهيكل وحزب ديمقراطي، وإحنا اليوم عازمين اللي قدام الاستقطاب الثنائي هذا نحبوا احنا نوضحوا للتوانسه اللي فما حل ثالث. قنعناهم فبها، ما قنعناهمش الله غالب. وين مش تتموقعوا؟ وين موجودين؟ وين مش نتموقعوا؟ هذا كلام على اليمين شويه، لا باش نجبدوا على اليسار. خلينا نجاوب على اليسار. اي باش نجبدوا على اليسار، علاش؟ خاطر تونس تحكمت على اليسار. تونس حياتها كامله الرئيس بورقيبه اللي تعاركوا معاه، تعاركوا معاه راهو على الحريات الفرديه والجماعيه. ما تخافوش من فشل خاطر سي نجي هكا ما عادش يجي الكلام. انت تبارك الله عليك. خلينا نكمل الاجابه. خلينا المجال الاجابه تفضل. الحزب السياسي هو كما تفضلت سيادتك كان ليبرالي اجتماعي. اللي كلمه ليبرالي اجتماعي ما فما حتى حد. الناس هذوما تونس تحكمت او سونتر غوش. الرئيس بورقيبه اللي تعاركوا معاه، تعاركوا معاه على الحريات الفرديه والجماعيه، عمر ما تعاركوا معاه على الاقتصاد اللي هو كان اقتصاد او سونتر غوش، يعني تعمل شامبر دو كومبونساسيون لاليمونتير وانرجيتيك وتعطي فلوس وتدفع، يعني تونس كلها اقتصاديا كانت مسيره من طرف سيلهادي نويره، هو اللي هو اكبر وزير اول حط يعني الاسس نتاع الاقتصاد هذا، مش اقتصاد ليبرالي، اقتصاد اشتراكي. وبشوية بشوية بدينا نحرروا في الاقتصاد. هذه الفكرة نتاع أفاق تونس اليوم. احنا في أفاق تونس نامنوا بدور الدولة، بدور دولة قوي ولكن في ميادينها تنجم نحكيوا عليها. نامنوا بالحريات الاقتصادية، خاطر اليوم كل شيء يحكيوا عليه التوانسة إلا الحريات الاقتصادية. شو معناها الحريات الاقتصادية؟ نجيو للاقتصاد الريعي. يعني اليوم مشكلة كبيرة في تونس ونوصلوا للتراخيص. التراخيص علاش التراخيص هذوما الكل موجودين في تونس؟ ما قد ما تقوي التراخيص قد ما تقوي لا كوربسيون. هاكم تشتركوا الفساد. تشتركوا في هذا يعني. وخلينا نكمل، فما شخصيات اعتباريه دخلوا الدوله الاجتماعيه، طالبوا بعوده الدوله الاجتماعيه. تشتركوا مع حركه الشعب، تشتركوا مع احزاب الجبهه الشعبيه. انا صديق لي عبيد البريكي وحضر في حفل التسليم بيني وبين البرسيون جديده نتاع فضل عبد الكافي. فضل عبد الكافي السياسي اليساري انت تسمع الاجتماعي. انت تسمع ميشيل روكار في فرنسا، تصورك كان وزير اول فرنساوي، كان في الحزب الاشتراكي الفرنساوي، ولكن الحزب الاشتراكي الفرنساوي ما كانش يعتبر اللي ميشيل روكار هذا، ما كانش يعتبر اللي فما دي دوغ. كان عنده قلب كما اليساريين الكل، ولكن زاد يخمم بالمخ. وراء وزير اول في تونس، رئيس حكومه يا سي ناجي، 8 متاع الصباح لازم ياخذ قرار يبدو كانه قرار شيوعي، والعشرة نجم ياخذ قرار يبدو كانه قرار ليبرالي، وهذا اسمه البراغماتيزم. هذه شحشتها بها تونس، مش نقعدوا 10 سوايع رئيس حكومه في بيرو، 9 سوايع منهم يحكي على السياسه، مش هذه المشاكل. سي الفاضل. وتونس تنجم تتحسن وتنجم تبدل، وتونس الخير تحت ساقينا واحنا قاعدين نفسدوا فيها. سي الفاضل، نعود الى السياسه قبل ما ندخلوا المحور الاقتصادي. جئتم للسياسه عبر الوزاره. أي. للتاريخ من اقترحكم سي الباجي الله يرحمه ام سي يوسف الشاهد؟ وعلاش؟ اذا كان سي الباجي لماذا لم تاخذوا تجربه النداء؟ اذا كان سي يوسف لماذا لم تاخذوا تجربه تحيه تونس؟ ثم كنت حاضر في على كل حال في نقاشات مع قلب تونس فتره معينه، لماذا لم تاخذوا التجربه الحزبيه مع قلب تونس؟ شوف سي خليفه، شوف سي خليفه، انا ما نعرفش الحقائق، عندي بعض معلومات ولكن ماهيش حقيقه، مانيش باش نقول. انا نهار قاعد تكلم، ضرب تليفون، كلمتني سيدة تخدم مع سي يوسف الشاهد، قالت لي رئيس الحكومة المكلف يحب يقابلك. دخلت نهارتها المكتبه، أول مرة في حياتي قابلت يوسف الشاهد، وتفهمنا من الأول كانت وزارة تبدلت ودخلت في حكومة الوحدة الوطنية. هذايا من جهة شكون سماني ما نعرفش، شكون سماني، ممكن سي الباجي يحكي مع سي يوسف، الله أعلم، هذايا أمور أنا ما نعرفهاش. المرة الثانية علاش ما دخلتش نداء تونس؟ ما دخلتش نداء تونس، صوتت نداء تونس في الوقت هذاك، ولكن ما دخلتش في نداء تونس. كنت ممكن خاطر في قطاع الخاص وما كنتش. ثالث مره قلب تونس ما دخلتش في قلب تونس، كنت طبعا. من الناس، وانت تعرف سيادتك، كنت مخلص. من الناس مختصين واصدقاء اللي عطينا الفكره نتاع اكبر مشكله في تونس هي الفقر المدقع، وكيفاش نجموا نحاربوا الفقر المدقع. هذا اللي صار، وعاونت في البرامج الاقتصاديه، ولكن عمري لا كنت عضو في الحزب ولا قيادي في الحزب. دعمتوه الحزب ماليا؟ لا ما دعمتوش، لا ما دعمتوش ماليا ولو بدينار. ما دعمتش الحزب ماليا ولو بدينار.
اما دعمت نبيل قروي يعني لا ولا نبيل قروي خليل تونس كلام اخر خليل تونس كي انطلق في الاول من الاول لك خرجت في حوار و لا خليل تونس عن مساندتك لنبيل قروي ايه خرجت في الحوار شنو العجب احنا في ديمقراطيه انا اللي قلت نهارتها نبيل قروي راجل مرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسيه ب 500 الف صوت تونسي ملوح في الحبس قلت حاجه صغيره حقها لورلوج جوديسير يعني المنقاله القانونيه القضائيه تقف حتى السيد يكمل الانتخابات ومن بعد القضاء ما ينساش وحكيت على جاك شيراك صار فيه في فرنسا وغيره وغيره هل كان على اساس انك موعود بحقيبه رئاسه الحكومه؟ لا لا هذه عمرها ما صارت ونعطيك لو كونتر اكزومبل سي نازي باش تفهم كان انا جيت موعود باي شيء ساعه مش ما نفكرش هكا وما نخدمش هكا وما نخدمش اعطيني نعطيك كان جيت موعود بحكايه هكايا راهي حكومه الجمله ما طاحتش ماني كان جيت بارز ياسر انا في قلب تونس كيفاش يطيح حكومه فيها فاضل عبد الكافي اللي هو قيادي بارز وما نعرفش شنو يعني طحت انا في حكومه حبيب الجمل من جمله الوزراء اللي طحت سي فاضل وصوت ضدها قلب تونس سي فاضل نحكيو على الازمه السياسيه الحاليه تفضل سيدي حكومه شبه معطله تحوير وزاري واقف رئيس جمهوريه تقريبا نشوفه في مواقفه تجاه قصه الحوار افاق تونس لهنا وكانه يشتغل على قصه اصلاح الاقتصاد وقصه برنامجه الاقتصادي كحمله انتخابيه ل 2024 واليوم اجابته السياسيه على وضع من هذا النوع ماناش عارفينه افاق تونس في وسط هالشكشوكه هذه اولا هذه فرصه بوجودك انت كيف تقيم الوضع تقترحوا في حلول ماذا تنصح السيد المشيشي في العركه هذه واضح هي عركه بين زوج رؤوس السلطه التنفيذيه من تحملون المسؤوليه في خطاب ننتظر منكم ان يكون واضح ودقيق وصريح انا قلتها سي برهان نعاودها المسؤول الاول على الوضع هذا هو رئيس الجمهوريه كيف رئيس الجمهوريه بعدم قبوله لليمين الدستوريه يعني يا يقول شكون هم الاربع وزراء وتتفضل مشكله يعني اليوم كي يقول زياد كريشان عركه بين شيوخ القبائل هذه هي اوني بلان دودون شو معناها عركه بين شيوخ يعني ولا عنات يعني انت تسمي حكومه هو شو صار صار كي تسمى سي هشام المشيشي نهارين من بعد يظهر لي كان فهمنا الناس كل غضب الرئيس عليه خاطر مشى في حزام سياسي وهو عدم فهم يعني نظام السياسي للرئيس يعني شو ما عساه يعمل هشام المشيشي كان يحب يسير البلاد مو لازم يمشي يلوج حزام سياسي ملي النهضه تعمل حكومه الجملي تجي قلب تونس تصوت ضدها ومن بعد يتلموا مع بعضهم يعني ما عادش تفهم في حتى شيء يعني كينا في فرنسا اليوم الحزب الاشتراكي يحط يد في اليد مع مثلا الاقصى اليمين الاقصى اليمين الفرنسي الفاضل هذه حكومه تكنوقراط يعني كي تشكلت من الاول اختيار لفات انه اختار رئيس الجمهوريه هشام المشيشي ما اختارش واحد سياسي ما اختارش واحد من حزب وهشام المشيشي ما كانش موجود في حتى اي قائمه في مقترح في مقترحات الاحزاب سامحني خيام التركي خيام التركي مو سياسي خرجوا من القجر يعني خرجوا ما عرفش منين خرجوا من القجر ولا ما اي حبيت اقول لك معناها يعني ما جاش في اكل المراسلات هذيك المكاتب اللي بعثوا لها رئيس الجمهوريه ولو سمعت لي فما نائب حط اسمه ما نعرفش صحيحه الحكايه ولا المهم يعني كان مطلوب منه أنه يعمل حكومة كفاءات مستقلة أي يا أخي صار خلينا نقول حكومة مستقلين بعيد ما يش متحزبة بعيدة على الأحزاب ما صار اللي صار من بعد أنه مشى هو يبحث على حزام سياسي أو الحزام السياسي هو اللي جاه وراح العملية وعرض عليه دونك المسألة اليوم رئيس الجمهورية ما عادش مسألة أربع وزراء معناك قال برهان معناها قال لك هو برهان حب ربما بطريقة أخرى حب يقول لك إي باهي اليوم يعني صراحة ما هو مخفي أنا رئيس الجمهورية اليوم طالب استقالة هشام المشيشي لا مش مخفي هو سيد أمين العام الاتحاد العام التونسي الشغل قال هذا صحيح قال المدير طبوبي لكن ما قالوش رئيس الجمهورية صراحة وعلنا هل هو أنك صراحة هل أنك وعلنا نحن أون دو مال كومبروندر هل ترى يفرا فاضل عبد الكافي اليوم أن الحكومة هذه يلزمها تستقيل أو تستمر هو راهو ما جاوبتش أنا على سؤال سي برهان جاء سؤال ثاني أنا نعتبر اللي من باب لم الشمل ومن باب الخروج من الأزمة السياسية هذه وفي حالة حصول شبهات فساد راهو مش فما يعني خرج حاجة ضد الوزراء هذه ولا كان فما يعني جوجمون خرج ضدهم يقول لنا الرئيس ويطلب من رئيس الحكومة تو يبدلهم مش مشكلة أما مش نوقفوا دولة خاطر شنو صار اليوم يحكيوا على حكومه مصغره شو حكومه مصغره وزير تيليكوم لاهي بالفلاحه ان شاء الله هو وزير الفلاحه يتلاهي بالفلاحه بالمشاكل اللي عندها الكل كان يقعد يخدم 14 ساعه في النهار شوف يحل مشاكلها شوف ليه نزيدوا على وزير التكنولوجيا نزيدوا ولو هو شخص ممتاز راهو سي فاضل كريم ولكن ما ينجمش ما في الاخر ماله هو الا عبد دونك اليوم ازمه يعني الرئيس يرى منذ 6 اسابيع في حكومه واقفه في حكومه مش شبه معطله واقفه نخليه الامر في ظرف يعني اختناق الماليه العموميه وظرف اقتصادي يعني
باش تصير لنا مشاكل كبيره. راه نهار في البرلمان سي ناجي في 2016 قلت الرئيس البرلمان كان باش نكملوا على المنوال هذايا، زيد الماء زيد الدقيق زيد الديت زيد المديونيه زيد لامبو، راه تونس نهار باش تقوم على مشكله كبيره. الحكايه اللي نحكي فيها عام 2017 راه عده باش تصير تورا، عده باش تصير، يعني كان الناس اللي تحكم في تونس مش واعيين بهذا. الحل مخرج الحل رئيس الدوله، رئيس الدوله بنكران الذات ولو تغشش وتنبز هو مش يتعامل راه مع هشام الشيشي كشخص يا رسول الله، راجل رئيس دوله والاخر رئيس حكومه وهذوما مؤسسات والاخر رئيس برلمان، يقعدوا ثلاثه رجال كما كان يحكي سي حسين فرضا ما يتنزلش رئيس الجمهوريه ما يتنزلش نقعدوا في الازمه، ما عنديش حل يعني نول نيتونو امبوسيبل. انا باش نعطيك حل، الحل في يده هو، يعيط لثلاثه رجال هذوما يقعد معاهم يلقاو حل لتونس، كان يحبوا الناس هذوما تونس يلقاو حل لتونس، يا اخي انا باش نلقاها الحل، كان ما باش يعيط لهم ما فماش حل، باش نقعدوا جمعه دس في جمعه والحكومه تحكينا اللي هي حكومه مصغره، مش هكا تصير الحكومه مصغره، حكومه مصغره وزارات قراب في بعضها تخدم مع بعضها، وهذاك كانت فكرتي كي مشيت السيد رئيس الجمهوريه وقال لي كيفاه راه حكومتي، قلت له راه 15 وزير، معقول تونس يسيروها 30 و40 و50 وزير؟ تي جابون يسيروا فيها 13 وزير، اليابان يسيروا فيها 13 وزير، نقوموا احنا نعملوا حكومات هكاك من غير تنسيق ولا، ولهذا انا ما عنديش مسؤوليه كمواطن ولا حتى كرئيس حزب. رئيس الجمهوريه عيط للناس هذوما يقعد معاهم، يا اخي سي الباجي مش صارت له مشكله كبيره مع يوسف الشاهد؟ وش عمل؟ وقبل اليمين الدستوريه وجاوا المستشارين نتاعو وقالوا له ما تقبلهمش، وقال لهم لا راهو فما فيديو معروفه ومشهوره الباجي قايد سبسي يقول فيها الناس هذوما جاوا قدام رئيس الجمهوريه مش قدام باجي قايد سبسي يعديو. بالله على ذكر كيف كانت علاقتكم مع سي الباجي؟ ممتازه. كنتم تتميزون بعلاقه خاصه؟ كانت علاقتي ممتازه، كان شخص معايا انا يعني كان ديما يعاونني، احنا جانا في ظرف 2020 مؤتمر 2020 وتعرف الدبلوماسيه الاقتصاديه خدمت وحصل لي الشرف اللي سافرت معاه وريته كيفاش يدافع على تونس في كل عمر وفي كل تعب، وكانت علاقه عندي هايله معاه انا نعتبره من. يعطينا تفصيليات، هل كان يستفيقك اكثر من غيرك؟ هل كان يتحدث معك عن شان النداء؟ هل تحدث معك تحدث عن شأن القروي؟ وهل ترك لكم وصيه ايضا؟ هذيك حكايه الوصيه سمعت مره بلاتو اللي هكا صار سؤال كانه نوع من اي نهار انا قاعد ومعش وزير كلمتني رئيس الجمهوريه قالت لي رئيس الدوله يحبك تجي، مشيت بحذاه قعدت بحذاه ساعه ونص والرئيس وقتها حكى لي على نداء واللي صاير واللي هو متاسف على الحزب هذاك شو صار فيه، وقعدنا الحديث طال ساعه ونص واكد اللي كنت يعني ان شاء الله، قال لي علاش ما تحاولش انت باش تلمهم؟ ما تصورش قال الكلام هذايا لا برك، ولكن كانت علاقتي اجابه لسؤالك كانت علاقه قدر، ورا فيه راجل دوله كبير وتعلمنا منه برشا وريته في مجالس امام البنك العالمي امام صندوق النقد الدولي امام رؤساء دول امام امراء كيفاش سي الباجي كانت عنده حاجه لملاك اللي كان بريسك ما يكبر في عينه حد كي تبدا الموضوع على تونس. هذا العلاقه بالباجي قايد السبسي الله يرحمه، كيف كانت العلاقه بحافظ قايد السبسي؟ ما عندي كانت حتى علاقه مع حافظ قايد السبسي. هل صحيح انه حافظ قايد السبسي في وقت من الاوقات حاول استقطابكم لضرب يوسف الشاهد انذاك؟ ما عندي قلت لك حتى علاقه مع حافظ قايد السبسي. حافظ قايد السبسي لا سافرت معاه لا افطرت ولا تعشيت معاه لا جاني لداري لا مشيت لداره، ما عندي حتى علاقه. كان في وقت اللي انا كنت وزير في الحكومه كان امين عام الحزب الحاكم، اتصل بي هاتفيا ثلاثه او اربع او خمسه مرات، كنت نراه في المواكب الرسميه في قصر كرطاج ثلاثه او اربع مرات، وكانوا كان وين يراني يقول لي وقتاش تدخل النداء؟ قلت له نجاوب بطريقه باش نغلق نغلق اي لو تسمحوا انا جايتك ناجي باش قبل ما نتعداو الاقتصاد لانه زاد موضوع كبير وتعرف تفاصيل متشعبه فيه، وحنا نحكيو على مسيرتك في علاقتك بالباجي قايد السبسي بنبيل القروي وبراشد الغنوشي حركه النهضه وما الى ذاك وافيق تونس. وزير ماليه سابق امامي فضل عبد الكافي، كنت سنت في وقت من الاوقات نبيل القروي اللي هو الان متهرب ضريبي اللي هو الان مازال على ذمه القضاء التونسي، دعيت في يوم ما الى مساندته الى التصويت ليه والقائل هك تشوف اليوم في القرارات القضائيه اللي تواصل ادانته دون سو سونس في هذا الاتجاه. هل كان موقف سليم لفضل عبد الكافي وزير المالية السابق في مساندته لنبيل القروي؟ ما فهمتش أنت، ذولي غلطة في المرحلة لملك. أنا كي سندت نبيل القروي ما كنتش وزير المالية، نحكي على وزير مالية سابق. أي وزير مالية سابق التوصيف. وزير مالية سابق يسند اللي حب، يعني أنا مانيش وزير مالية وسندت نبيل القروي، أنا ما كنتش كنت مواطن عادي ممكن معروف شوية
جاءوا زوز ممكن يقول وزير ماليه سابق في وقت سابق وقت اللي هو كان على راس الحقيبه يكافح التهرب الضريبي عفوا يسعى الى انه الدوله التونسيه تبقى في كادر معين في هذايا محاربه كل ما من شانه انه يخل انا كي سنت انا كي سنت نبيل قروي القضيه ما زالت مفتوحه ما عندي حتى حيثيات القضيه هذه ما عندي حتى حيثيات كيفك ولليوم فما ناس مش فاهم القضيه مش فاهم القضية جملة يعني أنا منهم كنت الناس هذوما ما كنتش مسانده كوزير مالية كنت وزير مالية سابق جات انتخابات رئاسية نجح المرشح هذا للدور الثاني وأنا دعمت المرشح والمرشح هذا خسر وانتهى الموضوع يعني. سؤال على أفاق تونس أفاق تونس اللي يعرف هزة كبيرة باستقالة العديد فما كوادر مهمة منهم وزراء أفاق وتتفكر تقريبا حوالي 8 أو 9 تقريبا معناها من كوادر افاق اللي استقالوا منهم فوزي عبد الرحمن وغيره اليوم عندك قدره على تجميع الشتات هذا عندك قدره فاضل عبد الكافي اليوم على انك تعاود ترجع لافاق على الاقل المؤسسين نتاعو الكوادر نتاعو الكوادر اللي هربوا اللي اختلفوا مع ياسين ابراهيم قادر باش ترجعهم والله ان شاء الله ربي يعطيني القدره باش نرجعهم احنا قاعدين نتصلوا بالناس الكل بالعائله الافاقيه اولا اجابه على سؤالك كذلك احنا نحاولوا اللي الحزب هذا يكون اكثر وسطي وفما شخصيات اعتباريه كبيره منهم سي رضا كشريد اللي جاء منهم سي شوقي عياشي جاء منهم سي سليم المحرزي اللي هو كان رئيس بلديه وفما رؤساء بلديات مستقلين جايين ولكن بدينا كما تفضلت سيادتك بدينا بالعائله الافريقيه وتحدثت هذوما كلهم اصدقاء فوزي عبد الرحمن نعمان الفهري وناكد لك اليوم حتى في استقبال الشخصيات الاعتباريه هذيا طلبت من رؤساء اثنين اللي قبلي اللي هما سي محمد الوزير وسي ياسين ابراهيم باش يكونوا حاضرين معايا باش ترى العائله الافريقيه اللي ولو فما رئيس جديد الرئيس الجديد يستشير وياخذ راي وينصحوه الرؤساء القدم خاطر ياسين ابراهيم عدى سنوات في افاق تونس وممكن فما راه حاجات اللي انا ما ريتهمش. انا سمعت اللي انت قلت للافاقيين داخل الحزب قلت لهم يلزمنا نخرجوا شويه ماك المنطقه لوكس ونقربوا شويه للتوانسه يعني باش تحول مقر نتاع الحزب مقر الحزب في وسط العاصمه. ونحيوا هكا الكوستيم والكرافات انا قالوا لي اليوم كرافات ولا ما غير كرافات منكم انيقين قلت نلبس كرافات زاد اي شنو هذا لوك جديد تاع فضل عبد الكافي هذا اللوك لا ولا قديم هذا لا لا لوك اللي نحكي لك عليه انا كتحول المقر لا هي شوف هي راهو مش ندوهنوا ولا ماناش نقولوا في الحقيقه انا نعتبر اللي فما بلاصه لحزب نعم في السياسه سونتر غوش اي نعم في السياسه السياسه تنجم تكون مش دوهين نجم تكون مش سور نوزري نجم تكون كان سي الباجي عنده كلمه ديما نقولها الصدق في القول والاخلاص في العمل نجم تكون هذا وانا كنت عندي علاقات متوتره في 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 وقت ما مع الاتحاد العام التونسي للشغل كي كنت في الحكومه ومن بعد تحسنت العلاقات هذه خاطر راهو فيك الصدق خاطر راهو فيك اللي قاعد تحكي في كلام صحيح وقاعد تلقى في حلول والسياسي لازم يلقى حلول لشعبه مش قاعد ينظر في دستور وينظر في قوانين وشكون يأول وشكون ما يأولش ونتعارك ونتخاصم مش هذا دوره شوفوا السياسيين في العالم السياسيين في العالم يقوموا الصباح باش يفضوا مشاكل شعبهم يظهر لي اكملنا الجزء الاول سي خليتكم تطرحوا الاسئله اللي في قلبكم لا ما عادش نادم انك بعت الاسهم نتاعك والشركات معناها ومشيت للسياسه مجيش نهار تندم لا لا مانيش نادم انا نحب تونس ونحب التوانسه والرالي تونس عندها يعني بوتنسيال كبير ياسر والكلمه اللي تجي ديما لبالي على تونس خساره يعني اللي وصلنا تونس للحاله دي يعني اصعب شيء عملناه هو الانتقال الديمقراطي بصفه يعني ما صارش فيها عنف ومشينا في قضية الهوية وبالنسبة لي تحسمت قضية الهوية في الدستور وبعدنا برشا على العالم العربي والإسلامي وكنا نجم نكونوا منارة للعالم الإسلامي والعربي ولكن للأسف أنت شي هم التونسي اليوم كيف فما الديمقراطية هو جيعان شي هم التونسي كي هو فما ديمقراطية وهو بطال شي هم التونسي كي يقوب شاب كل يوم الصباح يخمم أول حاجة باش يحرق في البحر السماح فيها يقول لك لويش الديمقراطية نرجع للكلام اللي تقالك العام تاع شيراك اللي احنا الدنيا تهزت وتقامت عليه على بن علي قال لا بروميير ايتاب ديموكراسي سي لا بروسبيريتي يعطي رخاء مهم في الديمقراطيات تدعيم الديمقراطيه ما ينجم يجي الا بالرخاء الاجتماعي والاقتصادي هل من حلول لهذه المخاطر الاقتصاديه اللي تمر بها بلادنا هذا هو موضوع النقاش في جزءنا الثاني بعد هذا التقرير لرحاب حوت
المؤكد أن تونس تعيش حالياً أحلك الفترات على المستوى الاقتصادي والمالي اللي تعكس عدة مؤشرات سوداء، أولها بلوغ العجز المالي معدل 11.5% سنة 2020 وزيادة نسبة الدين العام من 43% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 89% العام هذا. ولسد عجز الميزانية في 2021 تونس تحتاج إلى 18 مليار دينار بما فيها 16 مليار دينار مديونية خارجية بخلاف 20 مليار دينار نفقات رواتب الموظفين. يعني تونس وصلت المرحلة تقترض فيها باش تغطي الباب الأول للميزانية، بمعنى تقترض باش تنفق على الدعم والأجور ونفقات التصرف والديون القديمة. اليوم كي تعرف اللي وزير المالية لازم يلم 18 مليار دينار، يعني باش الناس تفهمنا 18 ألف مليار دو بالفلوس اللي احنا كي نحكيو بها في الشارع يعني بالليمات. كي تعرف اللي ميزانية الدولة تبنات على باريل ب 45 دولار والباريل اليوم بين 62 و63 وكل دولار زايد في الباريل يتكلف على الدولة التونسية 130 مليون دينار، يعني الميزانية ممكن يطلع لها الحسبة على كل ما هو طاقي ممكن مش يتزاد من 2 مليار دينار، يعني 2000 مليار جدد باش يدخلوا عبء على ميزانية الدولة. وفي وسط هذا الكل الاقتصاد سجل انكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة وصلت ل 8.8% سلبية، واللي فاق من الأزمة هو وضعية الشركات العمومية اللي الدولة ولت تمنحها ضمانات وصلت نسبتها ل 15% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020. كانت عندنا شركات قبل كانت تدخل في مئات الملايين دينارات سنويا للدولة، ولات نون سولمون ماعادش تدخل ولات تتكلف على الدولة سكون ابيل دي بيدجي ديكيليبر، خاطر هما خاسرين. الدولة يفو بيان كومبلي ان ترو، اون كومبل لو ترو دو لونتربريز بيبليك، لو ترو تو فالو روتروفي في البيدجي دو ليتا يا اخي، غيان نو سوبير. مؤشرات سلبية عمقها التصنيف الائتماني الأخير لوكالة موديز الأمريكية اللي عدلت التصنيف السيادي لبلادنا من B2 إلى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية. وهوني خبراء الاقتصاد يحذروا من السيناريو الأسود وهو نزول تونس إلى الدرجة الأخيرة عالية المخاطر من تصنيف الوكالة في حال لم تقم بالإصلاحات المستعجلة، وهو ما سيحرمها من دخول السوق المالية الدولية واستقطاب الاستثمار الأجنبي. تحذير رفقته أيضا توصية شديدة اللهجة من صندوق النقد الدولي اللي نبه تونس من وصول المديونية إلى مستوى غير مستدام، خاصة مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي إلى 110% في 2020. الصندوق دعا أيضا تونس مجددا إلى خفض كتلة الأجور إلى 16.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وتنفيذ إصلاحات واسعة للمؤسسات العمومية. فضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس، مرحبا بك مجددا. شكرا. نحكيه على اقتصاد وما أدراك ما الاقتصاد، وتعرف أنت المؤشرات تعبة نوعا ما بالنسبة لبلادنا، حتى ننطلق من وكالة موديز اللي خفضت الترقيم الائتماني لتونس إلى B3 مع أفاق سلبية. الخروج للسوق المالية والدولية ولا صعيب، كلفته أيضا قد تكون كبيرة، فهل أنه اليوم الحديث والتخوف من إفلاس الدولة التونسية أمر وجيه، أمر مشروع، أم فيه جانب من المبالغة فضل عبد الكافي؟ لا، ما فيش اليوم جانب من المبالغة. أنا الكلام اللي نسمعه فيه اليوم أنا قلته 2017 وذكرت أنتم في التقديم اللي أنا وصلت قلت قدام البرلمان، اللي هي كلمة ما حقيقش تتقال من وزير مالية ولو بالنيابة، اللي ورينا نسيروا فيها كالعطار. خاطر علاش صار نهارتها نحكيه على قرض على 40 سنة سي برهان، 10 سنوات مهال ب 1%، 40 سنة 10 سنوات مهال ب 1%، البنك الدولي خاضوا النواب ولات كي العادة عاد خيانة وباش تبيع تونس وباش ترهنها وما نعرفش كلام، وقت وصلت كلام تاع قلة الحياة سهلة، سو كي فري قلة الحياة ديما سهلة، وكتراو يعني في قلة الحياة في تونس ولات يعني هذيك كيفاش انت توي ديستانغي، يعني انت قد ما تقل الحياه قد ما تظهر هكا ويعجب تعجب الناس، ماناش باش نعجبوا الناس من هذا الحقيقه من هذا الباب. اجابه على سؤالك اليوم شنو صار؟ صار اللي ميزانيه الدوله تبنات على 45 دولار الباريل، الباريل ماشي ل 70، هذه ساعه الفاتوره باش تزيد 2000 مليار دو. 2 مليار دينار يعني 2000 مليار دو. الحكومه التونسيه صحت على قالك شنو استمراريه الدوله التونسيه، ترفيع في كل الأجور باش تتكلف مليار زايد. شو معناها؟ معناها يعني كتلة الأجور في تونس 21 مليار دينار، 21 ألف مليار. وفي الأخر من الأخر الطبيب الكبير مش يخلص مليح، والمعلم الابتدائي مش يخلص مليح، والأستاذ الجامعي ما يخلصش مليح، والجراح ما يخلصش مليح، و و و. شو معناها؟ معناها مش مشكلة
كتلة أجور، مشكلة أرقام، يعني عندنا 680 ألف ناس تخدم في الوظيفة العمومية، ممكن حقنا أقل برشا باش الطبيب نتاع المستشفى التونسي يخلص مليح. خاطر تعرفوا اللي مدير عام مركزي في الإدارة التونسية راهو يخلص الخمس السدس نتاع القطاع الخاص. يبداو قارين نفس الشيء، يعني كي واحد عام 80 قرر خاطر يحب تونس ومتحمس وخاطر مصعد اجتماعي ماجور دو برومود لينيت اللي انا ريتهم في وزاره التنميه وناس ممتازين خرجوا عام 80 مشاو للاداره، نفس الشخص اللي مشى للقطاع العام اليوم يخلص القطاع الخاص يخلص خمسه سته مرات اكثر منه راه. والناس هذوما تخدم وتجري وتركض ويزيدوا يصدقوا لهم اون بلوس. خاطر من 10 سنين في ما عاد يعرفوا يعملوا حتى شيء ويدخلوهم للحبوسات وارتيكل 96 دو كود بينال واحنا ماشيين. ولهذا الخطر اليوم داهم، الخطر داهم مش خطر ممكن يجي. يعني انا وصلت خطر لازم الناس تفهم، لازم يصير شوك. يعني كي نقول لك انا ممكن تونس ما توردش ما تنجمش تورد بابور نتاع قمح ولا بابور نتاع سكر ولا مانيش قاعد يعني نحكي في حكايه، ولا ممكن ما تخلصش مديونيه خارجيه خاطر عملنا لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي. الواحد في المئة على 40 سنة و10 سنوات مهال، اليوم شاليو 12 و13% على 5 سنوات كان لقيناهم. كان لقيناهم، يعني كان اليوم سيد وزير المالية اللي هو صديق وإن شاء الله ربي معاه خاطر في الظرف هذا اللي عايشه، كان مش يخرج على السوق المالية العالمية ممكن ما يلمش الأموال هذه. بيان سور هو عنده دي بلان بي وبلان سي وبلان دي، نتصوروا باش يمشي لأمريكا وباش يمشي للبلدان الخليج وغيره وغيره، ولو فما افكار اخرى عمرها ما حبوا يطبقوها في تونس. خاطر ساعات لا ملاك كي تحكي في الحلول الاقتصاديه اللي ما فيها ضرب بني عاد وعرك ودبوريب ويجي نقد ويجي نوريك شنو نعمل لك، هذه ما فيهاش، هذه فيها كما قال سي برهان ارقام يفدوا. يعني هو سي الهادي نويره الله يرحمه كان يفدد، كان يفدد، قالوا كان يفدد، هو بيدو قال الحمد لله قالها قبل. اليوم شنو نقولوا عليه سي الهادي نويره؟ سي الهادي نويره نقولوا عليه اكبر وزير اول تونسي، وكان حكيتها الحكايه 100 مره باش نعاودها. كي كانوا يجيو يقولوا له اعمل السياسه يقول لهم السياسه في تونس سوم الطماطم والفلفل. هذايا ماذا بينا الناس اللي تحكم فينا توا يوليو يعاودوا يحكيوا ويخموا بالمنطق هذايا نتاع الهدم. ماذا توا كلام في الواقع كيفاش نمشوا له؟ وعشتم انتم تجربه كنت في الوزاره انت سي فاضل. سي خليفه اي سورتو اي سورتو فاضل عبد الكافي دخل المرحله الجديده تحت شعار انا نسميه بجره قلم. اي جره قلم ما زلت متمسك بها؟ متمسك بها ولا توا كما قال لك خليفه هاك جربت الحكم انت اليوم وليت على راس حزب في المعارضه بالطبيعه افاق ولات امكانيات حل مشاكل البلاد بجره قلم؟ شوف سي برهان ساعه اولا اللي كي تكون وزير في حكومه راهو ما تنساش اللي عندك رئيس حكومه، وهو كانت حاب ترجع على انا شكون نخمم على حكومه الوحده الوطنيه، ارجع لخطاب 14 جانفي 2017 هذاك انا كتبته. وهذاك ماهيش مزيه، راهو امر من رئيس الحكومه كتبته وقدمته له وما بدل فيه حتى كلمه مشكور، وبرع كان عندك وقت اليوم في الليل عاود اقرا انا شو كتبت. نفذ؟ لا 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 إيه سامحني انا مش تقول لي انا تنفذ، انا وزير ماليه راني مانيش رئيس حكومه. باهي دقيقه، لا بيان سور انت تجري باش يتنفذ ما تنفذش، وعلاه ما تنفذش؟ خاطر رجعنا في مشكله سياسيه، خاطر يوسف الشاهد والحكومه نتاعو تبقتوا في مشكله سياسيه، في عرك سياسي، ما يصلح بحد شيء، وكانت انا نصيحتي الوحيده للرئيس الحكومه هات نعطيه الرخاء تو تولي راهو الناس تولي تحبك، هات نصلحوا الامور، جرت قلم مانيش نلعب باش نبدا لك بالكلوب افريكان كي شيغ اتون كور. نبدا لك بالنادي الافريقي، في عوض نهزوا ننفضوا في الحكايات الكل، تبعني كان عندنا دقيقتين، الاراضي نتاع النادي الافريقي تعرفهم وين موجودين ولا؟ بعدها بحيره تونس. وتعرف اللي ملاعب كوره اليوم يترينا في ركاد نتاع اوتوروت، عمرها ما صارت على ملك بلديه تونس. هي جرت قلم، هذا هو الغلبه وين؟ اللي جرت قلم كي تلم رئيس حكومه، وزير املاك الدوله، وزير ماليه، وزير شباب وطفوله، يفضوا مش للنادي الافريقي راهو، لنوادي تونس الكل، تبعني جوسكو بو، ديما في الفيسبوك نسمع كلام وباش يحطوا ايديهم وباش يعملوا، لان مش حطوا ايدينا حتى شيء. تعطي الاراضي للنادي الافريقي، تحول النادي الافريقي لشركه خفيه الاسم، الشركه هذيك تملكها 100% الدوله التونسيه عبر صناديق دوليه. النادي الافريقي يولي ينجم يرفع اموال وينجم يعمل مشاريع وتجي في اخر مطاف تعطي المنزل للكلوب افريكان وتعطي رادس للاسبيرونس او العكس خاطر احنا ماذا بينا ناخذ الكبير وتعطي زويت للستاد تونيزيان وتعمل هذايا البريمير اي سكوند ديفيزيون هذيك وتخليهم بعد يخدموا وهذا الكل راه مش جيني ولا انا يعني علامه انت تعرف كره القدم العالميه صار فما دي كلوب خرجوا من العاصمه ومشوا بعيد وغدوه تعمل ان ايكيفالون تاع كلير فونتين اللي هو السنتر سبورتيف تاع فرنسا تعملوا في مورنيك تعملوا في ايوتيك
العبد اللي حب يبدل ينجم يبدل، وهذايا تصير بجنب هذا للكلوب وبقيت علاش ما بدلتش اي سامحني في بالي قبل اليوم مشكله الكلوب كانت عنده الفرصه انه يبدل بجنب مشكله النادي الافريقي من المشاكل الكبيره نتاع تونس. تفضل عبد الوهاب، انت كنت وزير ماليه تبع فيها على ذكر جاره القلم. يا الملاك يا الملاك يا الملاك، انا لو طون داريفي لوزاره الماليه مشيت بالله يزيني من كنت وزير. لا لا ما يسالش، لا ما يسالش هذا، لا لا لو طون نتعرف على المديرين العامين. لا لا هذه مرحله مرحله مرحله، كنت عندك الفرصه انك تغير بجاره قلم. يا سي الفضل اي جاره قلم نقولها لك اي مواطن اقترحتها في الخطاب، اقترحتها في الخطاب. انا كي نقول اليوم اللي المدارس التونسيه الكل ينجموا يعطيوا لي تيران لزمه للشباب التونسي ويدخلوا الضوء ويخدموا في الصيف، كي نقول اللي الدوله عاجزه باش تعمل رادار ويجيك واحد مستثمر يقول لك تو ركب لك 1000 رادار، الرادارات تاع تونس الكل مالك وانت كان تطلع في الثنيات فما حتى رادار يخدم، دونك الدوله ما تخش علاه ما تخدمش خاطر رزق البيليك هكا قاعده غادي كم كسر. كي يشدها بريفي ويحط لك 1000 رادار الناس تموت اقل على الثنيات، وفما رادار يتكسر اليوم يتصلح ساعتين من بعد، والدوله تاخذ في الاداءات نتاعها وتقسم فيهم مع اللزمه وتخدم العباد. وهذه المجالات حكيت فيها من غير ستير، قلنا لازم تتسكر تولي تونكاش بترولي، الاس ان سي بي لازم تخرج من القصرين، الجروب شيميك لازم نحلوا راس المال للناس اللي يخدموا فيها، و و و و و ليرنتيا اليوم 50% من السوق التونسيه للتدخين خارج المنظومه، وعملنا حساب اللي مئات الملايين دينارات يدخلوا خزينه الدوله في حاله اللي ليرنتيا تخرج من الجيران بتاع الدوله وتخلق بها صناديق، صناديق للنقل، صناديق للصحه، صناديق للتعليم. هذا اللي يعين واحد يبدل تونس. القوانين المكبله لتونس، الارتيكل 96 دي كود بينال شنو تسميه انت؟ ما جرت قلم. كي انت تجي للوا تشون شنو تسميها؟ ما جرت قلم. كي تجي انت للرخصة الوالي وهذا يسكن وهذا ما يسكنش وهذا ياخذ ترخيص، هذا ما كل تونيسير تونيسير مثلا تونيسير. شوف سي الفاضل قبل ما تجاوب، ما تحبش تونيسير انت؟ ما يحبش تونيسير. تفضل. لان ملاحظتك معقوله تقول لي انا كي كنت وزير ماليه، لانه اول سؤال بسيط لاي مواطن قاعد تبع فينا تو يقول لك ممكن وزراء ما عملوش يولوا في المعارضه يولوا ينظروا لنا. لا غالب وهذاك منطقي. ثانيا جره القلم اللي تتحدث عنها على المستوى النظري باهيه، لكن في الواقع جره القلم هذاك باش يكتب ورقه، ورقه باش تمشي باش النواب، عندنا نظام سياسي يتحكم فيك. انا نعتبرك ماشي في اتجاه لبرال سلكت صار سي خليفه، ما فهمتنيش يا سي خليفه، ما فهمتنيش. انا برهان قال لي انا الاستبدال برهان سي برهان دوما قاعد بزنس قال لي انت باش تقعد تحكي في حكايه فارغه نتاع ارقام ولابس هكا وما نعرفش شنو وتوانسه وما تعرفش تعمل العرك وكل شيء. انا عندي عامين، 3 سنين، 4 سنين، 10 سنين، 20 سنة اللي يكتب باش نقنع التوانسه كان يعطيونا الحكم باش نبدل. هاي كتولي اي سامحني مالا شنو قاعد نحكي انا؟ يعني انا نحكي خاطرني افاق عندي زوز ديبيوتي باش نبدل جاره قلم، كي غدوه ناخذوا الحكم ماناش ندخلوا بكاريق عاملين لكم بوتان تاع ديسكور تاع بروجرام ايكونوميك، يعني تعيط لاكبر طبيب يعمل لك على الصحه، تعيط لاكبر مهندس يعاد. لا لا احنا باش نقولوا هاو العشره نقاط الاولانيين، هاو العشرين نقطه اللي من بعد، هاو 30، هاو القوانين باش تتبدل. ونقول لك حاجه سي برهان هذا ان شاء الله تفرحك، برشا ناس من الاداره التونسيه اللي انا نقدرهم ونعزهم وتعلمت عليهم، تعلمت عليهم برشا خاطر الناس كي دخلت الاداره قبلوني مليح، انا جاي من القطاع الخاص. ساعه رجعت على لي بريجوجي نتاع ياكا فيرسا فسروا لي صعيبه. دو تعلمت اشياء وعرفت ناس، الناس هذوما ناس خرجت الروتريت بيان سور جايين باش يعاونونا، خاطر كي عبد عنده فكره انتويتيف كيفي انا، مش انا برك، عندنا لابو سوسيو ايكونوميك وسي نافع النايفر يخدم فيه وغيره وغيره. اما لازم تعرف ان هما القوانين، خاطر تعرف انت تقرا قانون تونسي اليوم، كي تجبد القانون التونسي اليوم تلقى 4 اوراق ساعه فو لا لوا فو لا لوا فو لا لوا، تقعد 4 وانت تلوج وينهم هالقوانين تلمو عقدناها على روحنا. واجابه على سؤالك راهو برشا بلدان في العالم قام عبد راجل ولا امراه وقال باش نبدل بلادي، باش نبدلها بلادي، والطريقه الوحيده لتبديلها هو عاملين هذا، ما فما حتى شيء اخر نجم يتعمل، حتى شيء. هذه منظومه من وقت احمد بن صالح وهادي نويره ومحمد مزالي وسير شيد صفر وغيرهم، والمنظومه هذه بارك الله فيهم شعملونا يعطيهم ألف صحة. ولكن اليوم في القرن 21 كي اليوم أنت ما تنجمش تخلص كأوتيل booking.com اللي هي العالم أجمع يخدم معاه، جيب لي ورقة رجع لي ورقة، كي تعمل زيت في ليغاليزاسيون سيناتور
شوف سي خليفه نجم الكل يحكيوا فيها لا 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 الكل يحكيوا في العرق والخصام وفي مدنيه الدوله والناس كل تدرس فينا تو على مدنيه الدوله وعلى الديمقراطيه يعني يعجبوني الناس هذوما اللي كانوا في منظومه يعني فما ناس تحكي على كل الناس معابر مجتمع يعني جاي يعني جاي سي خليفه يا اخي اش بيك اليوم انت شويه اجريسيف فما ناس اليوم في البيبولاريزاسيون هذا ايش قاعد يصير في الاستقطاب الثنائي فما ناس يحكيوا لنا على بن علي يعني حاجه خارقه للعاده وكان العشر سنين باهين الاولانيين كانوا بعد العشر سنين الثانيين كانوا متوسطين ياسر وفما ناس تحكي على الجاهليه إيه انا نحب نحكي على تونس المستقبل يا رسول الله تسمحوا لي في ديمقراطيه نجم نعطي راي وما عادش تقول لي سياسي حكى فيهم الحكايه هذوما ما فما حتى سياسي جاء نهار لتونس وقال مشكله اجتماعيه واقتصاديه وما فما حتى سياسي جاء في تونس وقال تونس رزقه تحت ساقيها وحنا نهزوا ننفضوا وحتى سياسي ما جاء في تونس وقال لوفيس دي تير دومينيال عنده مئات الالاف من الهكتارات برودكتيفيتي زيرو وحتى تونسي ما حكى على الاراضي الاشتراكيه وحتى تونسي سياسي هذا تونسي ما حكى شنو الحل على الجروب شيميك وشنو الحل على السن سي بي ا وشنو الحل على تونسير عندك اسهم انت في تونسير الحسن هذا كله ما عادش تقولها سي خليفه انا تبعتهم الحقيقه تعرف شنو يجيبوا لك دوكيومون هكا كبروا هذا البرنامج الاقتصادي للحزب تعرف كيف يصير برنامج اقتصادي اكبر طبيب واكبر مهندس واكبر شرشور يبداو الناس كل تكتب بعض يحطوهم على بعضهم من غير حتى انترسيكسيون ما تفهم شيء فيهم انا نحب حاجات عمليه ال 100 نهار الاول كي نوصل للحكم هام القرارات باش ناخذوهم هاو التراخيص باش نحيوهم يتحرر وقت الطاقات في تونس تو تشوف في تونس تطير تيران تطير تيران هذه قناعتي الشخصيه نجم تضحك الناس هذه حكايه جره قلم وشنو هذا يلعب لنا فيها توا يفي غيفي لي تونيزيان ساعه اولا نجاوبهم الناس هذوما لو رول دان بوليتيك سي دو في غيفي سون بوبل لازم تعطي حلمه لازم تعطي ماهيش ايلوزيون نعاود نقول راهو بلدان كيما سنغافور كيما كوريا الجنوبيه كيما ماليزيا هذا اللي عملوه ما عملوا حتى شيء اخر هذا اللي عملوه ناس جات وفعلت مش توا نعمل توا نقد توا نعمل بس الفاضل نعمل راهو السياسي كي يعطي حلمه يعطي حلمه قابله للتحقيق خاطر فما حلمه من حلمه يظهر فيها ما قنعتكش يا سيدي ثم حلمه لا ما انا شفت في كلامك معناها شويه ثم شويه رومانسيه او رومانسيه لا هذا حقك لا لا اي اي انا ما يقولوش عليا رومانسي بالعكس يقولوا عليا بارد لا لا رومانسيه رجل البورصه رجل البورصه ورومانسي رومانسي مش باهي الرومانسيه السياسيه هي اللي تخلي السياسي يقعد الفوق معناها يعني يجنح ويحلق الفوق ويخلي الناس تحلم برشا انا نجنح ونحلق لتونس وبعد يحلوا عينيهم يلقاو روحهم نوتة في القاع لا 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 مش هذا فكرتي الحقيقه سامحوني انا قد ما عطيت دي زيكزامبل يا سي ناجي قد ما عطيت دي زيكزامبل حبيت نقنعك لاولادك سي ناجي مش ليك لا لا نعم انت وانا حياتنا ورانا حياتنا ورانا اما كان حبوا نخليه تونس الشباب اللي كنت نحكي لك عليه اللي حاب يروحوا في البحر ويتكيف زطله وكلها مسؤوليه الدوله كان مش بدل له القوانين المعقده في تونس اليوم برا اخلق شركه في تونس برا هذا المشكل مش نسال لك عليه انا اليوم هل الارسنال جوريديك اللي كنت تحكي عليه ما تنجمش تحيه بجرد قلم كيف ما تنجمش ما تنجمش يا سي الفاضل شوف راهو شوف انا نتفهم بالكل يا سي ناجي يا سي ناجي السياسي هي حماس السياسي حماس ومعرفه في الميادين لا حتى حد ما بداها اتفق معك من اللي عملنا الثوره رئيس الحكومه التونسي في مكتبه خدم اكثر سياسه من امور اجتماعيه واقتصاديه هذه ثابته من اخطاء واحد بتت اللي هو حبيب السيد الباقي كلهم خدموا السياسه اكثر من الاقتصاد بما في مادي جمعه مادي جمعة قدر 11 شهر كيف حالي انا حتى توا لما ليك قبلك شدت فيا في وزير ماليه في وزير ماليه قعدت وزير ماليه وزير التعاون الدولي مع ساني بدل كتبت ديسكور وفخور به ياسر وما طبق منه شيء فاضل اضعف الايمان ودزيت وعملت معلش عملت 20 وعملت 20 وقدمت بلان 5 بلان انفان 5 مش نكمل لك سؤال كمل لي هو مش سؤال ظهرت لي ما نحبش نخرج من بلاتو انت مش مقتنع أنا حر على كل لا أنت حر نعرف لا علاش أنت جاي من القطاع الخاص أنت رجل الأعمال بالأساس جاي من القطاع الخاص والله كلمة رجل الأعمال ما نحبهاش باهي جاي من القطاع الخاص كفاءة اقتصادية ومالية وجاي من القطاع الخاص الدولة حاجة أخرى لأنه يعني عشت هالدولة الوزراء إي عشتها لفترة قصيرة لكن الوزراء اللي تداولوا يعني خليني نقول الفريق الحكومي اللي تداولوا على يعني الحكومة في القصبة من عام 2011 إلى يوم الناس هذا ما نجموش يبدلوا اللي كنت تحكي عليه لا خاطر عمرهم ما ركزوا خاطر عمرهم ما ركزوا وخاطر الشعب التونسي بعطاهمش وبرشا قال لا
يا اخي شنو الكفاءات بربي لحكمة تونس أكثر اقتصاديا حكومة منذ 2011؟ يا سي الفاضل اللي كنت تميل انت حكومه يوسف الشهيد اكثر حكومه قعدت في الزمن قعدت تقريبا 3 سنين ونص. ثم حاجات ما نجمتش تغيرها. لا لا مش ما نجمتش. العقليه النواميس داخل لا لا الاداره لا 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 ما نجمتش تغيرها. رقمنتها مثلا رقمنت الاداره. سمعني في في الحملات الانتخابيه نتاع 2014 قداش من حزب ومن بينهم نداء تونس رفعوا شعار معناها وفي الحملات الانتخابيه. هذاك اللي كنت مع السي خليفه. انت جبت على الارتيكل 96 من الكود بينال. شكون نجم يبدلوا ال 96؟ حتى حد. عليه حتى رغم ان كل الاحزاب في حملات 2014 لا لا وفي 2019 انت انت ضربك الياس ومش باهي. مش ضربني الياس. لا ضربك الياس. انا انسان واقعي. انا ضربني التفاؤل. انا متفائل بتونس. اي حتى انا متفائل. اي لا مش متفائل. التفاؤل الواقعي. لا انت التفاؤل المنطقي. انت اللي انت بجرد اليوم ضربك الياس وخساره عابد كيف كنت. لا لا لا. وانت في زور دوبينيون رد بالك. لا لا. انت تنجم اكثر واحد متفائل. لا عاد كي تتكلم كلام هكا مع انا متفائل. لا كي تتكلم كلام هذا بربي يا سي ناجي دقيقه بربي يا سي ناجي دقيقه. افريل 72 قانون افريل 72 يا اخي شنو هي؟ ما هي جرت قرم. جات فكره هي اللي عملوها في قانون. افريل 72 قلبت تونس. قلبت تونس لليوم. لليوم يعني تعمل في سياق اخر. ليه ما تعمل؟ اي في سياق تحب تعمل لها 270 في حكومه الهيدي نويره. اي وقت اللي تونس وقتها في طريق النهوض. اليوم راهو ما تنجمش يعني انت ما عادش تعمل تونس تبدل. ما عادش تعمل تونس تبدل. لا انا بالعكس عندي اعتقاد انه فما تونس ينجموا يبدلوا البلد بلاد ان شاء الله يمنوا. اما كيفاش يبدلوها في وسط حاله الاحتقان السياسي اليوم السي الفاضل؟ انت تعرف انت بيدك كنت ضحيه تجاذبات سياسيه داخل الحكومه وخارج الحكومه. معناها هاي قلت لك انا حكومه يوسف الشهيد. شنو السؤال يا سي ما نجمش تعمل حاجه. شنو السؤال؟ هل يمكن تغيير هالنواميس معناها الكنائسيه خليني نقول لانه في حتى الكنيسه قاعده تتبدل فما فم ادارات اليوم تشبه ياسر الكنيسه ما نساش نتحمل المسؤوليه حتى الكنيسه قاعده تتبدل مع احترامي للموظفين مازال عندك امل باش تبدل عندي امل كل يوم الصباح نقوم بكل امل كل امل اللي فما حاجات كان يتبدلوا في تونس تونس تتبدل اعطيني كيفاش انت جبت على المؤسسات العموميه والمنشات وجبت اعطيت ديزيكزامبل لانتيا تونيسات نجم اليوم يعني تتفق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التفويت وبيع المؤسسات؟ ساعة شوف يا سي ناجي اليوم اليوم كان ماشي في بال العباد فما دياموند بين يدينا واحنا باش نحطوهم للبيع والناس باش تجي تجري باش يشريوهم انتهى هم مفلسين اي اي دونك الاتحاد ما يحبش يبيع ما تجيش تسالني تقول لي اسكو تنجم تقنع على الاتحاد خليني اعطي ناجي نجاوب تسال وتجاوب خليني نجاوبك كي تقول لي انت تقنع الاتحاد ما عادش فيه ما يتقنع على الشركات الوطنيه، الشركات الوطنيه لازمها تمر احمر. لازمها تمر باعاده هيكله، واعاده هيكله فما عقل وينجم يتعمل وفي العالم اجمع صارت اعاده هيكله للشركات الوطنيه. راهي قوه الدوله في تراخيصها، راهي قوه الدوله كي تنجم تدعم مؤسسه وطنيه، ولكن التوجه العام يجي نتفاهموا شنو دور الدوله، كان تحب انت دور الدوله عندك 10 بنوك وطنيه غلط. غلطت بالنسبه لي خاطر ألف مره قلت يفو ميو تاخذ عندك بنك فلاحي كو 10 بنوك يعني انت تعاني فيهم اليوم كيف كيف المجالات التنافسيه الدوله ما عندها حتى دخل تزيد تحرر الطاقات اليوم التراخيص الاداريه يعني بيان سور نقنعهم وقنعتهم في برشا حاجات الاتحاد ويصير عرك ومن بعد نتفاهموا المفيد يحسوا فيك الصدق ولا لا يحسوا فيك الصدق واللي باش تمشي انا يا اخي السي نور الدين طبوبي هاو موجود اسالوه اسالوه واش حكينا على برشا شركات وطنيه ومعانا ناس يعرفوهم وديز اكسبير وحكينا في المواضيع وقدمنا يا اخي نجم تقول انت نور الدين طبوبي راه ما نجمش مش خاطر ما نحبش نعمل ما نجمش نعمل ونجم نتصلح يا اخي مش تونسي كيفي نور الدين طبوبي هل انت مثلا اليوم مع تجميد زيادات في الاجور؟ اليوم لحاجه وحيده لازم الناس تفهم او باش نفسرهم بالسهل ال 10000 تاع اليوم لملاك كانت 5000 تاع خمس سنين تالي راهو زيادة في الأجور زيمبابوي زيمبابوي وليت تمشي تشري أنت باكو حليب بروية فلوس تحبوا نزيدوا الأجور نزيدوهم الغدوة من بعد غدوتين ما يصيرش نجموا ما نوقفوش راهو قضية الأجور نجم نقعدوا نطبعوا في الدينار ونخلصوا في الناس الدينار ما عادش تولي عنده حتى قيمة ولهذا لازم الإنتاج نتاع تونس يرجع يعني شوف الفوسفات واقف والتوريزم واقف والإكسبور واقف والسيرفيس واقف وإحنا فاش لاهين في عركة نتاع السياسيين كانت في البرلمان كانت بالكلام ولات بالبنيه ومن بعد توا خرجنا للشارع شو يلزم؟ نعم شو المطلوب؟ مطلوب شو مطلوب الناس تخمم الناس تخمم مطلوب الناس تخمم على التوانسه وتخمم على تونس
ويحطوا في بالهم. عندنا أزمة حوكمة، أزمة لا لا لا، أنا بربي الكلام تاع أزمة حوكمة إيه، أنا تعبت منه الكلام هذاك تاع عنق الزجاجة وأزمة حوكمة. ما أخذ نسأل عليك يعني، أنا باش تقول باش تقول لي شنو الحل؟ الحل رئيس الدولة يعيط لزوز رجال يتفاهموا، يعاودوا يكونوا حكومة وتنطلق من جديد وتزيد هدنة اجتماعية، ونمشيوا لباريس نتفاوضوا على المديونية التونسية اللي هي ما عادش نجموا نخلصوها، لازمنا ندخلوا في الكلوب دو باري باش نعاودوا إعادة يعني لو غيش لو موند لا دي تونيزيان، ونمشيو نجيبوا مستثمرين من الخارج ونمشيو للبلدان ونقولوا لهم شوفوا افهموا حاجه، امن تونس من امنكم اولا، ثانيا في العالم اجمع فما بريم في الانفستيسمون على ديموكراسي يا رسول الله، يعني كي تعملوا انتم استثمارات ضخمه خموا على تونس رات خاطر ديمقراطيه، وتونس 12 مليون عبد، سي لو سوجي لو بلو سامبل، اسهل سوجي في العالم، ولو سوجي كي كوترا لو موان شير، اي لو سوجي لو بلوز امباكتون، يعني اكثر حاجه باش توري للعالم اجمع اللي فماش مشكله بين الاسلام والديمقراطيه مثلا. الحكومه هذه تكون سياسيه ولا كفاءات ولا كيف تشوف؟ والله شوف هذه حكايه كيف تشوف انت سيفر. انا راها حكومه اولا مصغره تنجم تكون سياسيه، ولكن اليوم الكفاءه هي قبل كل شيء، ما تنجمش تسمي وزراء تقنيين ما همش فاهمين المواضيع نتاعها، وهذا في بتقديري للناس الكل. من صارت في تونس عشرات الوزارات مشيوا في دين ناس مش فاهمين الموضوع، كيما دخلوا كيما خرجوا، خرجوا ماهمش فاهمين الموضوع زاد. شو تحط يعني تفكروا حكومات الرئيس لعدم الكفاءة سي الفاضل، لعدم الكفاءة للمحاصلة الحزبية بيان سور، تسمع بها تعلم الحجامة في راس اليتامى، اوني بلان دودون يعني بيان سور، للمحاصلة الحزبية لازم هذاك كان يناضل معايا لازم ياخذ وزارة، يتاخذ وزاره يا خي رسول الله، خذ وزاره، ما تاخذش وزاره تقنيه اللي فيها امور لازم تفهمها ولازم علاقات دوليه وهذا صار في تونس. هل انه هشام المشيشي هو الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هو الرجل المناسب في المكان المناسب بالنسبه للسيد اللي عين اللي هو رئيس الجمهوريه. في منظور فاضل عبد الكافي بالنسبه لك هل هو رئيس اختيار؟ انا قلتها ونعاودها، سي هشام المشيشي كله كل احترام راجل قبلني وديع وقعدت مع ساعه من زمان، اعطيته بعض افكار ان شاء الله بعض منهم يتطبق ولو ما عادش عنده برشا وقت، ولكن اول غلطه عملها هشام المشيشي اللي قبل الحكومه الاولى نتاعو اللي هو ما سماهاش، انت يا سي ناشي في النظام هذا انا اش قلت السيد الرئيس كي قبل؟ كي يمد لك الامانه انت ماك تاخذها كامله، كيما قضيه سياسين ابراهيم وين؟ توا حلو انا ناخذ رئاسه حزب وياسين ابراهيم يحكم، لا هو يقبلها الروح ولا انا سيرتو نقبلها الروح، يعاون بارك الله فيه ينصح، اليوم الصباح تكلمت معه ثلاث مرات للنصائح، وما يمهيش كومبلكس كي يتكلم عبد عنده تجربه شنو العجب وصديق ليا انت رئيس حكومه خذيت امانه تمشي تشد دار الضيافه ولا وين تعمل حكومتك، تعمل حكومتك وحدك وحدك، وزيد يبعثوا لك اللي كارتون تاع لي سي في خاطر الطيف السياسي صغير والناس الكل تعرف، انا كان في بالي باش نختار من كل حزب سياسي اللي باش يكون الحكومه الاشخاص نقترح عليه سي ناجي وسي برهان وهم الوزارات، وكان هما موافقين يجيو معايا في الحكومه ونتفق مع زوز وزراء مع رئيس الجمهوريه وندخل نخدم عليه عليه، خاطر كان باش تنجح الناس الكل باش تقسم معك النجاح وهذيك حاجه انسانيه، والفشل باش تتحمل وحدك تتحمله وحدك. اليوم كي سي هشام المشيشي والناس الكل تعرف اللي قبل الحكومة أكثر من نصها ما سماهاش هو، ممكن فما وزراء ما يعرفهمش. جوست وهذا يرجعنا للقاعدة الأولى أو الوضع الأول اللي احنا عليه واللي احنا حاليا زادة مازلنا متواصلين عليه، في ظل القانون الانتخابي الحالي، في ظل النظام السياسي الحالي اللي قاعد يفرز لنا في موزايكا شاك فوا داخل البرلمان التونسي، هل ممكن تحقيق هذا كل الحكومة اللي تحكي عليها كما أنت تتصورها، الكفاءات اللي يلزمها تكون موجودة البلاد باش يتم إنقاذ تونس والمضي بها قدما ومن أجل ضمان مستقبلها، الإنجازات هذه الكل اللي تحكي عليها واللي نأمنوا احنا كنا كتوانسه انها تصير في بلادنا في الاخر ممكنه بهذا الكل بالنظام الحالي باش تجي باش تجي الحكايه هذه بالسيف ولا بالمروه؟ خلي تجي بالمروه خير، شو معناها بالمروه؟ يعني يتفقوا شيوخ القبائل ويقعدوا مع بعضهم وبالتي هي احسن يحطوا حكومه تونسيه عندها الكفاءه، وتبارك الله توانسه الكفاءه ما فما عندنا مئات من الاشخاص ينجموا يتولوا المسؤوليه وتصير حكومه مصغره وتصير هدنه اجتماعيه الكل لحب توانسة لحب تونس لحب أولادنا لحب عائلاتنا، ومن بعد بالسيف تولي إملاءات خارجية، حتى هو ماشي في بالهم كي يتعاركوا هكا وغدوا يمشوا يتفاوضوا مع صندوق النقد الدولي ومن بعد مع البنك العالمي ومن بعد مع حكومات خارجية، يعني أنت بالنسبة ليك قواوا الوضعية نتاعهم مرة ضعفوا، ضعفنا رواحنا يا الملاك حتى في المفاوضات الخارجية، كي يوصل صندوق النقد الدولي ايش قاعد يقول لك؟ ما عادش عنده وقت ليك أولا،
خاطر ما فماش الا تونس راهو في المشكل، فما لبنان وفما احنا نقوموا الصباح ديما ماشيين في بالنا اللي فما ناس تحب تجي تستعمرنا، وفما ناس تحب تاخذ لنا، وهو الاستعمار يا اخي استعمار عسكري استعمار تكنولوجي. هو كي انت ما تنجم تصنع شيء في بلادك، بورقيبه قالها في بالماريوم في الديسكور نتاعو المشهور. دوك اش قاعدين يقولوا لك هذوما المنظمات؟ ما عادش عندنا وقت لكم، براو تفاهموا بين بعضكم، وكي تتفاهموا يجوا نحكي معكم. ها وين وصلنا تونس؟ ها وين وصلنا تونس؟ وقت اللي نحكي لكم في 2016 القروض كانت على 40 سنة و30 سنة وإمهال وواحد وواحد فاصل 5%. نكملوا في هالريق هذا، نكملوا في هالسياسيين اللي ما عندهم أبارامون الوقت، ما عندهم حتى مشكلة مع الوقت، يكملوا هما يتعاركوا ويأولوا القوانين ويأولوا الدستور، ياخذوا وقتهم يكتبوا جوابات لبعضهم، وإحنا توا نهار من نهارات تقوم. لا لا طولت عليك. لا مش نخدم برايك فيهم. هذا هو جينا الختام النقاش نتاعنا، مجموعه من الصور ويعلق عليها فاضل عبد الكافي بكلمتين، يلا توت سويت رايك فيهم. اذا مجموعه من الصور، نبداو بالصوره الاولى كما قاعده ترى الرئيس الجمهوري قيس سعيد. نستناو منه الكثير، وان شاء الله يكون هو جامع للشعب التونسي اللي هو مسؤول عليه. الصورة الثانية لهشام المشيش. هشام المشيش اليوم في ظرف لا يحسد عليه، لازم ياخذ قرار، يا يستقيل كان ما تفهموش بين بعضهم، يا يلقى حل مع الرؤساء الاثنين الاخرين، ما نجمش يكمل في الحالة اللي هو فيها طبعا. الصورة الثالثة لراشد الغنوشي. قلت قبليك اللي من مصلحة تونس واللي هو ينسحب، خاطر ولا كأنه يعني قلب المشاكل اللي صايره بين الاحزاب وفي تسيير زاد جلسات البرلمان. الصوره اللي بعدها لعبير موسي. ناجحه في صبر الاراء والتوانسه يحبوها، عندها طريقتها في العمل. ربي معها. سيف الدين مخلوف. مانيش موافقه في حتى راي من ارائه، الاراء هذه رجعيه، نائب في مجلس نواب الشعب، وكان فما حوار وطني لازم الناس الكل تجي فيه ولازم نعديه، ولكن مانيش موافق تماما لا افكاره ولا طريقه تعامله. يعني هذوما ناس نبهتوا لي في تونس من بعد الثوره كانوا نجم يطلعوا نواب. الصوره اللي بعدها لنبيله القروي. ربي يفرج عليه. الصوره المواليه يوسف الشاهد. يوسف الشاهد خدمت معاه 14 شهر، تعاملنا بطريقة مباشرة، وكان عندنا بيناتنا علاقة عمل، جاته فرصة كبيرة باش يبدل تونس بجرة قلم اللي ما يمنش بها سي ناجي، ولكن ما نجمش يبدلها تونس خاطر لأمور سياسية. نمشي للصورة الموالية، هي عياض بن عاشور. خالي ونحترمه برشا من رجال القانون في تونس، نحييه. الصورة اللي بعدها لسليم رياحي. والله ما نعرفه، انا قابلته مره في حياتي، ما نعرفش توا وين متواجد بالضبط الحقيقه، اللوم عليه ايش عمل في النادي الافريقي. نواصلوا مع رايك فيهم، والصورة اللي تجي بعدها يوسف زروق. يوسف زروق صديق منذ عقود، نحييه. الموالية لإلياس الفخفاخ كما قاعد تشوف على الشاشة. إلياس فخفاخ عرفته منذ سنوات، وكنت نتصور اللي كان باش ينجح خاطر عنده خلفية اقتصادية سي إلياس، للأسف صار اللي صار واستقال. حبيت نقول اللي هو كان من الناس اللي استعمل فصل 70 سي ناجي، وهذاك الفصل الممتاز في الدستور يعطي الأولوية للاقتصاد والطوارئ الاقتصادية، استعملوا سي إلياس وكانت فكرة ممتازة منه، كانت عنده حكومة الحقيقة متميزة في الشخصيات اللي فيها، ولكن صار اللي صار، ربي معاه إن شاء الله توفى الأمور القضائية. الصورة اللي بعدها نور الدين البحيري. رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، عرفته كي كنت في الحكومة. سفيان طوبال. نائب نعرفه منذ دخلت للحكومه كي كان نائب على نداء تونس. الصوره الاخيره مع بعضنا نكتشفها، محمد فضل عبد الكافي. تقول عملت بالعاني لابس نفس الكسوه، شفت ما بدلتش. هذا عندك ما تقول. ما عندي حتى تعليق. حتى تعليق. ان شاء الله نوصلوا نهار نقنعوا الشعب التونسي باش يصوت لافاق تونس.
شكرا لك فضل عبد الكافي على حضورك معنا على تلبيه الدعوه. اضحك برهان، ميرسي بوكو، شكرا لك على تلبيه الدعوه. برهان يعطيك صحة، يعطيك صحة، ملتقنا نهار جمعة. شكرا لك ناجي خليفة، يعطيك صحة. شكرا لكم انتم على حسن المتابعة، نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين على قناة 9 في رونديفو 9. صباح الخير ناس الكل.